السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. وأسبوع جديد وأولى حلقات الأهلي الليلة، بنكون معاكم من يوم السبت ليوم الخميس علشان نتكلم في كل الأحداث الرياضية بشكل عام وبشكل خاص عن أحداث النادي الأهلي. دايما يوم السبت بيكون معايا مشرفني ومنورني الزميل العزيز اللي بتشرف انه يكون موجود معايا، زميلي امير هشام. ازيك يا امير؟ ازيك عمر؟ ببقى سعيد طبعا ان احنا بنكون مع بعض في حلقه الاهلي الليله. برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. وزي ما قال عمر كده، حلقه جديده من برنامج الاهلي الليله اللي بيكون دايما فيه العديد من الفقرات المهمه لكل جمهور الكره المصريه وكمان بالتحديد جمهور النادي الاهلي في كل مكان. وهيكون عندنا العديد من الاخبار كمان الهامه جدا يا عمر النهارده. طبعا يعني اكيد يا امير مفيش يعني كلام غير بعد كلام الحلو اللي هنتكلم عليه بعد مباراه مصر للمقصة والأهلي، والأهلي قدم أداء جيد جدا، وإن شاء الله الأهلي بيستعد لمباراة يوم الاثنين أمام وادي دجلة. مباراة هتكون قوية، مباراة هتكون مهمة. كلنا شفنا وتابعنا مباراة مصر للمقصة من أول دقيقة، أداء ممتع، أداء مقنع، أداء فيه روح عالية جدا، وبدأ جمهور النادي الأهلي ترجع ليه الثقة اللي كان بيدور عليها. أمر طبيعي جدا إن بعد التعاقدات وبعد ما الانسجام بيعود وبعد ما الروح تعود لازم الأداء يكون بالشكل اللي حضراتكم شفتوه. طبعا مش هو ده الأداء التوب، أو مش هو ده الأداء اللي هنوصل لآخره وخلاص هنثبت نفسنا، لا، كل مباراة هيكون في أداء أحسن، كل مباراة هيكون في عدد من الأهداف أكتر، كل مباراة هيكون في مستوى مقنع لجمهور النادي الأهلي. من أول دقيقة زي ما قلت لحضراتكم واضح جدا جدا إن في انسجام، واضح إن في جمل تكتيكية ما بين اللعيبة وبين بعضها. حتى الجمهور بالنسبة له في لعيبة أول مرة يشوفها بالمستوى المتألق والكبير جدا جدا جدا. طبيعي جدا كان لازم يكون في عدم تفاهم في الأول، لكن مع مستر لاسارتي أعتقد إن الأمور بدأت تعود إلى الطريق الصحيح. طبعا الضغط العالي بقى والأداء السريع والتمرير اللي كان بدقة كبيرة جدا وحاجات كتيرة جدا جدا بدأت تظهر من ملامح شخصية النادي الأهلي، وهي شخصية البطل، وده أمر احنا كلنا عارفينه ومش حاجة غريبة على الجمهور. جمهور النادي الأهلي أمير دايما بيكون طماع، لكن طماع في الإيجابيات، عايز مكسب وعايز أهداف، التعادل والهزيمة بالنسبة له شيء مرفوض. ده طبيعي اللي اتعود عليه جمهور النادي الأهلي دايما على مدار التاريخ، النادي الأهلي بيلعب بس عشان يكسب. لكن بصراحة يا عمر في إيجابيات كتيرة جدا جدا طبعاً ظهرت من خلال مباراة الأهلي ومصر المقصة. يعني أول إيجابية بالنسبة لي إن الحمد لله المباراة خرجت من غير إصابات خالص للنادي الأهلي. بعد فترة كانت كبيرة كل مباراة بنخرج بإصابة أو اتنين، وكان الأمور بصراحة صعبة جدا بالنسبة للفريق. لكن الحمد لله مباراة الأهلي ومصر المقصة ما كانش فيه أي إصابات، الدنيا كانت ماشية بشكل كويس جدا. دي أعتقد أبرز إيجابية للنادي الأهلي خلال هذه المباراة. كمان من ضمن الإيجابيات عودة جونيور أجايي، لاعب كبير جدا 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 ومؤثر في خط هجوم النادي الأهلي، وبيجيد اللعب في اكتر من مركز في الثلث الامامي بالتحديد، سواء صنع العاب وينج يمين وينج شمال، مهاجم طبعا زي ما ادى في المباراه الاخيره وقدر ان هو يحرز هدف جيد. فبالتالي عنصر هام جدا واضافه قويه جدا للنادي الاهلي خلال المرحله البعيده المقبله، كمان مختلف البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي. كمان تالق حسين الشحات واحرازه اول هدف ليه مع النادي الاهلي، طبعا هدف اكيد ده كان مهم، وحسين الشحات اكيد كمان جمهور النادي الاهلي منتظر منه الكثير والكثير، وخصوصا ان هو احد اللاعبين المهمين جدا سواء بالنسبه للنادي الاهلي او لمنتخب مصر. فبالتالي اكيد طبعا تالق حسين الشحات من ضمن الايجابيات. رمضان صبحي نجم المباراه اكيد، او احد نجوم المباراه، لان بصراحه النادي الاهلي كله عمل، او الفريق كله عمل مباراه اكثر من رائعه من حيث النتيجه ومن حيث الاداء كمان. فبالتالي رمضان صبحي الراجل احرز هدف جيد جدا، عمل اسيست حلو قوي لحسين الشحات، لاعب مهم يعني مش محتاجين ان احنا نتكلم عن رمضان صبحي. ده طبعا كمان من ضمن الايجابيات. والايجابيه الابرز واللي مركز عليها بشكل كبير جدا جمهور النادي الاهلي واللي مبسوط منها بشكل اكبر كمان مستر مارتين لاسارتي، وهي حمدي، او هو طبعا حمدي فتحي، لاعب خط وسط النادي الاهلي ومنتقل حديثا من صفوف انبي، وبان اهميه هذا اللاعب بشكل كبير جدا، وساعد عمرو السوليه بالشكل المطلوب في نص الملعب، وادى عمرو السوليه حريه كبيره جدا جدا. وشفنا عمرو ازاي تالق، عمرو السوليه بالتحديد في هذه المباراه كان احد النجوم بشكل كبير. كمان بيثبت اقدامه ياسر ابراهيم مدافع النادي الاهلي الجديد، تاني مباراه رسميه ليه، لعب مباراه شبيبه الثوره في دوري ابطال افريقيا،
كمان اولى المباريات الرسميه في بطوله الدوري بالنسبه لي ياسر ابراهيم امام مصر المقاصه، وكان ادى مباراه رائعه جدا وساهم بشكل كبير في الهدف اللي احرزه رمضان صبحي. فبالتالي يعني الدنيا ماشيه بشكل كويس، الاداء مبشر جدا، الشوط الاول كان اكثر من رائع، وده اللي احنا مستنيينه وكل جمهور النادي الاهلي مستنيه، واكيد هيكون في تحسن اكبر واكبر خلال المراحل البعيده المقبله، خصوصا في ظل عوده العديد والعديد من الاصابات، العديد والعديد فعلا، لان احنا عندنا قائمه كبيره جدا من الاصابات، واعتقد ان في بشائر جيده من خلال عوده بعض المصابين خلال المباراه الجايه يا عمر. طبعا زي ما انت اتكلمت وقلت، بالنسبه لي عوده اجاي هي من احد اهم المكاسب طبعا، وكلنا شفنا الروح للعيبة النادي الاهلي كانوا بيحتفلوا معاه بعد احرازه الهدف الاول، الهدف ده كان ممكن او الهدف الثاني اسف كان ممكن الهدف يعني عادي احتفال يكون طبيعي، لكن احتفالهم بعوده اجاي الى التهديف بعد المباراه الاولى اللي شارك فيها في دوري الابطال وصناعه هدف او انه شارك في صناعه هدف التعادل، اعتقد ان ده شيء نفسي معنوي جاي جدا. كره القدم يا جماعه مش فنيات فقط، كره القدم هي فنيات وفي عامل نفسي، العامل النفسي ده اللي احنا هنبدا بيه مع حضراتكم الاخبار واولى اخبارنا الخاصه بالنادي الاهلي. بس لقطه مهمه قوي يا عمر بتاعت اجاي طبعا، يا ريت لو استاذ برجاوي طبعا يجيبها لنا، لان اللاعب بعد ما جاب الهدف كان بيشاور لكل زمايله كله يتجمع مع بعض، ونفس اللقطه او نفس الطريقه عملها مستر مارتن لاسارتي في الاحتفال بهذا الهدف بالتحديد. فبالتالي دي تدل على عوده الروح بشكل كبير جدا للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه، وخصوصا كمان احنا عندنا مباراه مهمه جدا ان شاء الله بعد بكره امام فريق وادي دجله. اتفضل عمر ابتدي اول الاخبار. طبعا زي ما قلت لحضراتكم مستر مارتن لاسارتي اهي اللقطه اهي. شكرا استاذ برجاوي. دي اللقطه، الهدف الاول جاي منذ عودته من الاصابه بصوا بيشاور الناس كلها الهدف الثاني بيجمع كله يحتفل مع بعض. اكيد امير كان في قبل المباراه كلام من لعيبه مقربه من اجاي او كل اللعيبه ان انت اجاي النهارده هيكون ليك دور او هيكون ليك بصمه وهتحرز هدف، والواضح قدامنا اللي على مقاعد البدلاء وفي كاميرا عكسيه كمان كانت جايبه مستر لاسارتي وهو بيشاور لهم كل اللي على الدكه يروح لاجاي ويحتفلوا طبعا بشكل كبير، وده شيء مهم ومميز ويدل على الحب اللي موجود ما بين اللاعبين واهميه عوده لعيب زي جونيور اجاي، والاهم عوده الروح في النادي الاهلي والاداء الرائع بالنسبه لفريق النادي الاهلي. طب احنا شايفين قدامنا يا جماعه اللي لابس ترنجات زرقاء هم اللعيبه اللي على مقاعد البدلاء. المنظر يا امير بيبين ان اللعيبه اللي بتحتفل باجاي من على مقاعد البدلاء اكتر من اللعيبه اللي جوه الملعب، فده يدل فعلا ان كل اللعيبه عايز الخير لبعض. بالزبط. كل اللعيبه عندها روح واحده عندها هدف واحد وهو الفوز بالثلاث نقاط ايا كان مين اللي هيلعب، لكن في الاول وفي الاخر يبقى الاهلي فوق الجميع ويبقى المكسب هو الهدف الرئيسي. صح. مستر مارتن لاسارتي اكيد قبل مباراه يوم الاثنين عنده مهمه كبيره جدا وهي تحفيز لعيبه النادي الاهلي على المستوى النفسي والمستوى الفني. تاني وهقول وهقرر، محدش يفتكر ان شغلانه او مهنه المدير الفني تقتصر فقط على الملعب او تقتصر فقط على الجانب الفني. انا عندي 11 لاعب بلعب بيهم في كل مباراه، لكن عندي قدهم مرتين بره الملعب، ما ينفعش ان انا اخسرهم. لازم بعد كل مباراه احتوي كل اللعيب اللي بيلعب زي اللي مش بيلعب. فبالتالي مستر مارتن لاسارتي كان عنده مهمه النهارده ان هو يبدا يحفز لعيبه النادي الاهلي من خلال كلام كتير جدا عن المباراه السابقه وعن المباراه القادمه، علشان ان شاء الله يكملوا المسيره الجيده اللي ماشيين والطريق الممتاز اللي النادي الاهلي بيسلكه من خلال الفوز والسعي وراء الثلاث نقاط. وطبعا المباراه اللي جايه هيكون يوم الاثنين في الجوله العشرين او من ضمن مواجهات الجوله العشرين في الدوري الممتاز. اكيد طبعا مباراه مهمه جدا لا تقل اهميه عن المباريات السابقه او حتى المباريات القادمه، والنادي الاهلي بينافس بكل قوه على بطوله الدوري. ممكن الفرق لسه شويه، يعني انت لو كسبت مؤجلاتك هتبقى الفرق مع الزمالك 6 نقاط في المتناول، عندك مباراتين مباشرتين مع الزمالك، فالامور كلها في المتناول ان شاء الله في ايدينا يعني باذن الله. فبالتالي المباراه المقبله مهمه جدا امام فريق وادي دجله بيسعى من خلالها ان شاء الله النادي الاهلي ان هو يواصل انتصاراته في بطوله الدوري، والاهم كمان مواصله الاداء الجيد. هي النتيجه اهم بصراحه، بس الاداء الجيد كمان مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي. من ضمن الاخبار برضه عمر، مستر مارتن لاسارتي بيجتمع بصالح جمعه على هامش التقسيمه النهارده. مستر مارتن يعني اعتقد ان هو عارف مدى اهميه صالح جمعه بالتحديد من الناحيه الفنيه، واكيد هو شافه في التدريبات بشكل كبير، شافه كمان في المباراه الوديه مؤخرا
قبل ما يشارك 10 دقائق في مباريات او مباراه مصر المقصه. واكيد صالح جمعه لعيب عنده فنيات عاليه جدا، وواضح مدى التزامه خلال الفتره الماضيه، كمان بان عليه جدا ان هو خاسس في ارضيه الملعب لما نزل مباراه المقصه، وواضح ان اللاعب مركز. اكيد مستر لاسارتي ادى بعض التعليمات الفنيه والتكتيكيه لصالح جمعه، ده شيء يدل ويعكس مدى اهميه هذا اللاعب بالنسبه للخطط المستقبليه لمستر مارتين لاسارتي. واعتقد يا عمر صالح جمعه من اللاعبين المهمين جدا في قائمه النادي الاهلي. ان شاء الله يكون موجود زي ما طبعا تم قيده وكان موجود على مقاعد البدلاء في المباراه السابقه، ان شاء الله يكون له دور في اللقاء القادم على حسب رؤيه الجهاز الفني. لكن بالنسبه للتدريبات وبالنسبه للتحفيز اللي بنتكلم عليه النهارده، كان في بعض التدريبات اللي كانت بعد ما الفريق خلص طبعا فقره خاصه جدا لاحمد حمودي وصلاح محسن ومحمد شريف، وفقره خاصه بالتسديدات او التصويبات على المرمى، وقاد هذه الفقره سباستيان احد المدربين المساعدين لمستر مارتن لاسارتي او المدرب المساعد لمارتن لاسارتي، وكانت فقره مهمه جدا. وطبيعي ان اي لاعب بيكون عنده قصور في ناحيه معينه وهي ناحيه فنيه لازم يشتغل عليها من خلال الجهاز الفني ومن خلال اللاعب نفسه، وده اللي حصل في تدريبات اليوم. ان بعد ما التدريب انتهى كان في فقره خاصه جدا 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 مع الثلاثي احمد حمودي وصلاح محسن ومحمد شريف، واللي طبعا اتمرنوا بعد ما التمرين خلص على التسديدات او التصويبات على المرمى. شيء مهم جدا ان انت تشوف سلبياتك ايه يا عمر وتحاول تعالجها، وده اللي بيعمله مستر مارتن لاسارتي. سلبيات بعض اللاعبين ممكن تصيب على المرمى، ده من ضمن الحاجات طبعا المهمه جدا والحلول اللي ممكن تبقى في خلال ارضيه الملعب ومجريات المباراه. فبالتالي كان شيء مهم جدا وتدريبات هامه للثلاثي الاهلاوي اللي قال عليهم عمر ربيع في الخبر اللي فات. الخبر اللي جاي مهم ايضا جدا وهو خاص بحسام عاشور. دكتور خالد محمود قال ان احنا مش مستعجلين او مش عايزين نستعجل على عوده حسام عاشور للتدريبات الجماعيه، خصوصا ان حسام عاشور عنده زي كدمه في الكاحل معطلاه شويه عن التدريبات، فبالتالي ما بيشاركش في المباريات. لكن الاهم ان حسام يرجع سليم 100% علشان لما يحتاجه الجهاز الفني ان هو يشارك في المباريات بشكل طبيعي يكون متاح ويكون لاعب اكيد مهم. يعني حسام عاشور من اللاعبين اللي ليهم اهميه كبيره جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي، ان شاء الله يشفى سريعا. هو طبعا بيعمل بعض التدريبات التاهيليه وبعض التدريبات العلاجيه تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعيه مع الفريق، ومن ثم المشاركه في المباريات طبقا للرؤيه الفنيه الخاصه بمستر مارتين لاسارتي وجهازه المعاون. ويبقى يا عمر حسام عاشور احد اهم لاعبي النادي الاهلي. طبعا يعني زي ما احنا بنتكلم على الفريق الاول وبنتكلم على حسام عاشور وعلى الاصابات، معانا مداخله مهمه جدا جدا من المدرب العام لنادي الاهلي هو الكابتن محمد يوسف. يا كابتن محمد برحب بحضرتك. مساء الخير. مساء الخير عليك يا عمر وامير، وسعيد ان انا اكون معاك. احنا اسعد يا كابتن يوسف، مساء الخير على حضرتك، وحشنا كتير والله. الله يخليك، والله انا سعيد بيكم وسعيد ان انا معاكم طبعا في بيتنا وقناه النادي الاهلي، دي تعتبر هي البيت بتاعنا طبعا. كابتن محمد، عايز اعرف في البدايه رايك الفني بعد مباراه الاهلي ومصر للمقصه وبدايه عوده الروح والاداء الجميل اللي جمهور النادي الاهلي كله بينتظره. والله الحمد لله، الحمد لله احنا بنقول يعني خطوه كويسه، خطوه جيده طبعا جدا. فيها مكاسب كثيره جدا، اولها طبعا الهدف الاول بتاعنا كل مباراه هي الثلاث نقاط، لكن في نفس الوقت ايضا هناك مكاتب اخرى زي الاداء الجيد جدا، عايز اقول كمان الزياديه في الاداء والسهوله في الاداء، دي حاجه ادت انطباع جيد عند جمهور النادي الاهلي وكل المتابعين للنادي الاهلي. برضه انا من وجهه نظري ان ثلاث اهداف احرزت باقدام لاعبين انضموا لنا في فتره يناير. مظبوط. جيمي اجاي كان في قمه الانتظار نتيجه الاصابه، رمضان عودته من انجلترا، وايضا حسين الشحات وانضمامه. شايف برضه ايجابيات اخرى طبعا، وهي ياسر ابراهيم بيقدم مستوى ثاني مباراه ليه، حتى فتحي كان اول مباراه ليه. طبعا تالق والعناصر الباقيه ماشيه بشكل كويس جدا، هاني ونزلت اشتغل برضه نتيجه الاصابه في قصد ايقاف ايمن اشرف، وكان سعد سمير لسه ما يعني كان لسه داخل معانا بس ما بقالوش فتره بيتمرن، او يعني الثلاثات ما شافش نجاح
فاهم بشكل كامل، فبالتالي اجلت اشتغلت الفقرايز وهاني كان مساك ادوا بشكل كويس جدا الرباعي اللي ورا. فعايز اقول ان الحمد لله دي مكاتب اخرى بتضاف للثلاث نقاط، خروجنا بدون اصابات الحمد لله، ده برضو حاجه يعني تعتبر من الايجابيات، خصوصا ان احنا الفتره الاخيره كان كل مباراه بيحصل اصابه او بيحصل حاجه يعني. فالحمد لله. لكن انا عايز برضو اكد بقى واكد لك على كلامي ده ان احنا قفلنا خلاص الصفحه بتاعه المقاصه كويس، ودلوقتي كل تركيزنا في وادي دجله ومباراه مهمه جدا بالنسبه لنا. طيب بالنسبه لمباراه وادي دجله كابتن يوسف، اكيد مباراه هامه للغايه، شايف المرحله المقبله بشكل عام للنادي الاهلي ازاي، خصوصا في توالي المباريات وضغط المباريات ما بين المباريات في الدوري المحلي وكمان مباريات دوري ابطال افريقيا؟ والله ده قدر النادي الاهلي، خلي بالك الفتره صعبه يعني، كلنا مركزين جدا وكلنا متفقين انها فتره صعبه. انت بتلعب من فتره بتلعب كل اربع ايام، حتى مباراه الجزائر لعبنا 18 رجعنا لعبنا هنا 24 وكان فيها سفر بالظبط، سفريتين في بعض يعني، سافرنا من جوه الجزائر داخلي من مدينه بشار للجزائر، ثم سفريه اخرى من الجزائر للقاهره، بعدها بتسافر اسكندريه تلعب مع المقاصه، ان شاء الله يوم الاثنين هنلعب مع وادي دجله، بعدها على طول يوم اثنين عندنا مباراه سيمبا التنزاني، مباراه خمسه امتي، ثمانيه مباراه اخرى. عايز اقول ان توالي المباريات دي مهم جدا 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 ان احنا مركزين قوي عايشين للكوره بس كلاعبين وجهاز فني، دي مهمه جدا. فانا شايف الفتره الجايه ان شاء الله فتره مبشره، خصوصا كمان ان بدا المصابين يرجعوا، دخلوا لنا سعد سمير ودخل لنا صلاح ودخل كمان هشام محمد ودخل جيرالدو، عاشور النهارده كان موجود معانا في الملعب برضه ان شاء الله يعني خلال ايام قليله قوي، كويس مروان محسن وعزارو شغالين بشكل قوي جدا، وان شاء الله كمان احمد مكتسي ونجيب ووليد سليمان ان شاء الله يرجعوا لنا بالسلامه، يعني اتمنى اكون ما نسيتش حد من المصابين. لكن احنا في احتياج شديد جدا للمصابين الفتره القادمه، ليه؟ انت كل ما يرجع لك ان شاء الله ناس من المصابين فدي هتعمل ارتياحيه في حته التدوير، ويبدا ان لما يحصل تدوير نتيجه الكثافه العاليه للمباريات ما يبقاش فيه يعني بيخف الضغط عن اللعيبه شويه او نعم بيخف الضغط عن اللعيبه شويه. طبعا تقدر تعمل التدوير بتاعك بانسيابيه. تمام كابتن يوسف، هل ممكن نشوف تعاقدات جديده خلال الفتره القادمه وقبل انتهاء التعاقدات الشتويه، ولا الجهاز الفني اكتفى بالصفقات الحاليه؟ والله يعني برضو عشان اكون صريح معاك، سواء النيه في عدم ضم او في ضم، طالما احنا الانتقالات مفتوحه فكل شيء وارد. احنا طبعا تعودنا في النادي الاهلي اذا نشتغل عشان نضم حاجه او كده بتبقى طبعا كان شديد جدا طبعا، ما بنتكلمش عليها غير لما تكون خلاص الموضوع انتهى تماما. وارد جدا اي حاجه وارده، خصوصا ان الانتقالات مفتوحه لغايه يوم 30 ان شاء الله. تمام. طيب كابتن يوسف، ناقص مكانين في القائمه الافريقيه، هل خلاص الجهاز الفني استقر على الاسمين اللي هيكونوا متواجدين، ولا مستنيين لاخر يوم في انتقالات يناير تحسبا لاضافه عنصر جديد للنادي الاهلي، او لا قدر الله تحسبا للاصابات؟ هو زي ما انت قلت يعني طبعا في مكانين فاضلين، المكانين دول احنا في انتظار طبعا، عندنا مباراه بمعنى اصح وادي دجله يوم الاثنين، تدريبات يوميه، فمتطلبات طبعا والجهاز المعاون فضلنا ان الموضوع يبقى في اخر وقت، على اساس ان انت بتتعامل مع كل المتغيرات وكل الظروف اللي بتقابلك في الايام القادمه يعني. فخلينا نشوف كده بعد مباراه وادي دجله الامور ايه، وبعد كده ان شاء الله المتطلبات هيعمل قراره يعني. تمام. كابتن يوسف، يمكن كلام كتير اتقال خلال الفترة الأخيرة بعد تصريحات مؤمن زكريا المعار لنادي أحد السعودي، هل في تعليق من حضرتك؟ لا والله لا يا أمير، أنا طبعا احنا تعودنا في النادي الأهلي يعني مع احترامي طبعا لتصريحات مؤمن زكريا، لكن أنا احنا تعودنا في النادي الأهلي إن مفيش مدرب يطلع يرد على لاعب، لكن كل اللي أقدر أقوله بتمنى له التوفيق
واكيد مسؤوليه النادي الاهلي والناس اللي شغاله في النادي الاهلي عارفه ايه الخطوات وايه الاهم، لكن انا بتمنى له التوفيق في نادي احد السعودي وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. ان شاء الله اكيد ده تصريح مسؤول بشكل كبير جدا من كابتن محمد يوسف، هو عارف الكلام اكيد مهم جدا اللي هو قاله ده. لكن سؤال اخير يا كابتن يوسف عايز اسال حضرتك فيه، وهو يعني اهميه تواجد جهاز استشفاء طبي خلال المرحله المقبله بالنسبه للنادي الاهلي، وهل الخطوه دي فكر فيها الجهاز الفني وبلغها لمجلس الاداره بعد توالي الاصابات الفتره الاخيره، ولا كان في تخطيط مبكر بالنسبه للنادي الاهلي بشكل عام ان يكون في الجهاز ده؟ والله عشان اكون صريح معاك، الفترة الأخيرة دي تم اجتماعات ما بين الكابتن السيد طبعا ومستر لطارتي وفي اجتماعات فردية، طبعا أنا ما عنديش يعني علم بيه، يعني ما عندناش علم إذا كان تم استقرار على شراء الجهاز أو لا. هو تم خلاص الاستقرار طبعا، تم خلاص الاستقرار. نعم. والنادي أعلن كمان بشكل رسمي يا كابتن يوسف. اه يبقى الو كابتن يوسف معانا يا جماعه؟ واضح طيب الكلام في اي حاجه ليها علاقه بالاصابات او جهاز المستشفى مش بتكمل على خير. لا اكيد كانت مداخله مهمه جدا من كابتن محمد يوسف طبعا مدرب في الجهاز، واتكلمنا فيه في العديد من الامور اللي بيتساءل عنها اكيد كل جمهور النادي الاهلي. عمر نكمل الاخبار ده؟ طيب خبر مهم جدا خاص بشباب النادي الاهلي انه بيتعادل سلبيا مع الإسماعيلي في دوري الجمهورية. شباب النادي الأهلي يعتبروا الفريق الثاني للفريق الأول. طبعا بطولة الجمهورية لشباب النادي الأهلي تحت مواليد 97، طبعا أكيد بدل الإسماعيلي من الأندية القوية، لكن التعادل السلبي الفريق طبعا بيرحل عنه الكابتن عادل عبد الرحمن وبيتولى تدريب الفريق الكابتن ياسر الرجب. وأكيد طبعا يعني مهمة هتكون صعبة جدا، لكن دايما زي ما احنا متعودين ان ولاد النادي الاهلي ومدربين النادي الاهلي بيكونوا على قدر كبير جدا من المسؤولية. منها اخبار كتير جدا بتخص النادي الاهلي. طبعا المداخلة كانت مهمة وجاوبت على كل الاسئلة اللي في دماغ جمهور النادي الاهلي من صفقات، من قيد في القائمة الافريقية، وايضا كمان رؤية الجهاز الفني للفترة القادمة. لكن من مداخلة كابتن محمد يوسف إلى دوري السوبر لكرة السلة، فوز النادي الأهلي بنتيجة 77-61 على سبورتينج علشان طبعا يتصدر النادي الأهلي البطولة أو الدوري. وزي ما احنا متعودين دايما سلة النادي الأهلي في تألق مستمر مع الكابتن طارق خيري ومع لعيبة كتيرة جدا على أعلى مستوى سواء في النادي الأهلي أو في مصر بشكل عام، والنادي الاهلي كمان بيتصدر البطوله زي ما حضراتكم عارفين في دوري السوبر. هنروح بقى الفاصل الامير علشان تستقبل بعديها ضيوفنا ان شاء الله. عندنا كابتن فتحي نصير النهارده مهمين جدا، اول طبعاً فقره ان شاء الله هتكون مع كابتن فتحي نصير، هيكون في ضيافتنا طبعا المحاضر والمراقب بالاتحاد الدولي الافريقي، وهنتكلم فيها في العديد من الملفات والامور المهمه جدا في الكره المصريه بشكل عام. استنونا بعد الفاصل. لسه مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. فقرات الاهلي ليله النهارده فقرات مهمه جدا. اول فقره معانا هتكون من خلال استضافتنا لنجم كبير جدا، هو بصراحه الفتره اللي فاتت مختفي شويه لكن يبقى قيمه وقامه كبيره جدا في التدريب وكمان المحاضر والمراقب بالاتحادين الدولي والافريقي ومدرب الاهلي ومنتخب السابق كابتن فتحي نصير، منورنا ومشرفنا. منوره يا امير ومنوره بيك وبالنادي الاهلي والشاشه، يعني دايما متابعينها على طول، احنا مش بعاد ولا حاجه، لكن يمكن كان السر ايه؟ السر في الاختفاء ده ايه؟ لا يعني استراحه محارب كده شويه لنطالع الاجواء من الخارج، وان شاء الله نرجع باذن الله للقناه باذن الله. ان شاء الله طبعا تنورنا وتشرفنا دايما في قناه النادي الاهلي بيتك ومكانك يا كابتن فتحي. في العديد من الملفات الحقيقه اللي هنتكلم فيها مع كابتن فتحي نصير، لكن خلينا نبتدي بمباراه الاهلي ومصر المقاصه، المباراه السابقه للفريق، ويعني الناس كانت مبسوطه شويه بالنتيجه والاداء. راي حضرتك الفني لهذه المباراه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نقول المباراه الوحيده اللي بدا النادي الاهلي يظهر
ملامح فرقته اللي احنا عارفينها كنادي اهلي كويس، سواء بدات بالتشكيل ثم بالاداء في الملعب وتنفيذ اللاعبين بفكر معين من خلال مدرب بيقول لهم ايه ابدا الضغط، ايه ابدا كده، اقسم المباراه ازاي. فكل الحاجات دي كانت غايبه علينا بقالها فتره طويله، وغايبه برضو انا عايز لا نظلم السابقين لان ما كانش هناك عندنا في النادي الاهلي فريق ثابت. انا عايز اسالك، انت مسؤول هنا في القناه وذاعت مباريات كتير وحللت مباريات كتير وسالتني هذا السؤال، هل النادي الاهلي فرقته في خلال 10 مباريات كانت ثابته؟ ما حصلش. في خلال 5؟ في خلال 4؟ في خلال 3؟ لاسباب كتير. الاول نسال هذا السؤال اللي احنا عشان بس نوضح للساده المشاهدين ان النادي الاهلي عاوزين نحلله بالاسلوب ده، ان مفيش ثبات للفريق. هنقول الاسباب ايه، لكن مفيش ثبات. طالما مفيش ثبات مفيش استقرار، اذا مفيش اداء، اذا مفيش جماعيه، اذا مفيش اداء، اذا مفيش نتائج. صح، دي تاخدها. طالما انا ما ثبتش فريقي، هنقول ليه ما ثبتناش، لكن احنا بقالنا دلوقتي 10 مباريات على الاقل، لسرت من يوم ما جه الفريق ما تثبتش، بس مش بمزاجه، لا هو مضطر ان هو كل مره بيشوف مين الصالحين يبدا بيهم، مين الجاهزين يبدا بيهم، وكل ما يبدا ويشكل. فالفرقه دي المجموعه اللي بدات في الشوط الاول نشعر ونستشعر ان احنا في شكل للنادي الاهلي بقى بدا ان في الثبات انه هيستقر على كده، ايا كان الغيابات. رغم الغيابات مش قليله، الغيابات قويه ولاعيبه متميزين وقادرين ومؤثرين في الملعب، لكن قدر بهذه المجموعه اللي هي يمكن لاول مره في ناس تلعب وتلبس فنان النادي الاهلي، اندمجوا مع النادي الاهلي وقدموا شوط ولا اروع ولا اجمل، وكان في نتائج ان هو الاهداف اللي احنا شفناها اتسجلت اهداف ملعوبه وليس اهداف بالصدفه. تمام. بخلاف الاصابات، هل في اسباب اخرى للفترات اللي فاتت ان كان المستوى متراجع؟ طبعا زي ما حضرتك كنت بتقول، وعدم ثبات التشكيل ومفيش تشكيل لعب مباراتين ثلاثه ورا بعض نفس الفرقه او نفس التشكيل، هل في اسباب اخرى بخلاف الاصابات يا كابتن فتحي؟ ما هي دي بتجرنا في ايه يا امير؟ طالما بتغير الفرقه، انت كل مباراه في واجبات للعيبه، انت عندك دوري مضغوط بين كل مباراه والتانيه 3 4 ايام، فمفروض انا حفظت المجموعه النهارده 7 حاجات، هاجي المباراه اللي بعديها اشوف نفذوا ايه من الـ7، نفذوا مثلا 5 وهزود عليهم كمان 3، يبقى مستوى فرقتي تطلع معايا. اللي هنا ما بيحصلش كده، انا يعني حفظت دول واجب الاهمش، هدور على غيرهم. اذا بالتالي عفوا، اتفضل يا كابتن. اذا بالتالي الوضع بتاعنا الطبيعي ان الفرقه ما بتزيدش مع المدرب، وفريق النادي الاهلي ما بيزيدش، والناس مش حاسه السبب ايه. احنا نقول سبب الاصابات ايه اللي هي السبب الرئيسي في عدم ثبات الفريق، لان ثبات نجاح اي فرقه في العالم انك تثبت الفريق بتاعك، ثبت التشكيل. صح، خدها من اي فرقه. لو مسكنا بطولات كاس العالم عشان برضه ندي فكره، نقول مثلا المانيا او نقول اسبانيا او نقول الفرق اللي هي الكبيره دي، لما بتلعب بطوله كاس عالم بتلعب في كل بطوله 7 مباريات، بيلعب منهم يعني بتلعب انت في 7 مباريات في اللي انت بتلعبه في المجموعه، ثم بتطلع في قبل النهائي والنهائي وكده، تلاقي كملت هذا العدد. كويس. المدرب بيلعب في المجموعه دي كلها كتير خالص 16 لاعب، وبالكتير خالص 8 اساسيين فعلا، وثلاثة بيتغيروا. خش على اي مباراة للفرق الكبيرة اللي هي ثابتة في المستوى ومرتفعة في الاداء، اللي بتوصل للنهائيات، اللي بتوصل للنهائيات، هتلاقي 8 لازم 8، الـ8 دول ما بيتغروش، وتلاقي الثلاثة التانيين بيتغيروا سواء لاصابات او سواء لانذارات او سواء مش لسوء المستوى، لواجب خططي انا عايز اغيره. اذا الناحيه دي تكتيكيه يعني، لكن الشكل، لكن بعمره ما بيحصل زي فرق النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت دي كلها، والناس مش عارفه وبتطالب النادي الاهلي. ايوه، مش الفنات اللي بتلعب، ما هو لازم في لعيبه جوه الملعب
انها تنفذ هذا الكلام. اكيد هنقول بعد كده الاصابات دي اسبابها ايه. احنا لسه هنتكلم في حاجات كتير جدا من ضمنها طبعا ملف الاصابات اللي ابتدى ان شاء الله باذن الله واحده واحده كده اللعيبه كلها ترجع وتكون متاحه للجهاز الفني عشان تدي قوه اكبر، هتكون قوه ضاربه للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. لكن بالتحديد عايز اكمل كلامي يا كابتن فتحي عن مباراه الاهلي ومصر المقاصه وعلى مدار ال 90 دقيقه. احنا طبعا الشوط الاول كان رائع جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وكان بقالنا فتره ما بنشوفش النادي الاهلي بهذا المستوى. الشوط الثاني راي حضرتك فيه ايه، وهل الصفقات كان ليها دور وساهمت بشكل او باخر في اداء النادي الاهلي في المباراه دي؟ برضو بمنظار فني هو المدرب غير في اسلوب اللعب في اسلوب اللعب الثاني. طبعا لان انا ايه، انا ممكن انا بلعب بطريقه لعب، بلعب مثلا بلعب 4-3-3 4-2-3-1 ممكن العب بطريقه اللي شفناها الشوط الاول 4-2-3-1 وممكن العب بطريقه اللي شفناها الشوط الثاني هي نفس الطريقه بس الخطه مختلفه. تمام، يبقى الطريقه ثابته 4-2-3-1 في الشوط الاول، ان انا بلعب وبلعب الضاغط الهجوم، وان انا الثلاثه اللي قدام ضاغطين قدام والمهاجم قدام وبنضغط في اماكن الكوره، مش واحد ضد واحد، كل اللعيبه بتضغط في الاماكن بتاعتها في كل انحاء الملعب مش في حتت معينه. وبالتالي شفنا الشوط الاول وحصل ان هو نجح فيه وتقدم بهدفين. الشوط الثاني بدا يرجع لورا نفس الطريقه هي بس بقاش يلعب، عاوز يلعب على الهجمه. الاهداف اتغيرت، بدا يغير طريقه اللعب اللي لانه مش عايز يجهد لعبته، لان الضغط الكامل 90 دقيقه ده مش سهل، محدش هيقدر يعمل. اذا حفاظ على اللعيبه، لا ممكن في اوقات معينه في مباريات معينه هتحتاج تضغط لو الظروف مساعداتك، لو الظروف فهو دلوقتي خايف خايف على اللعيبه، فاذا بيلعب الزون فالجري هيقل شويه والمساحات هتقرب لبعضيهم فيقدروا يغطوا بعض شويه، ويعمل بعد كده يعتمد على الهجمات المرتده. في نفس الوقت هو بيلعب الفرقه اللي قدامه ازاي؟ الفرقه اللي قدامه خسرانه، المطلوب منها تعمل ايه؟ هتهاجم، فالمفروض تطلع تهاجم له فتفضي له نص ملعبها، فيضطر هو ينجح في انه يلعب بالهجمات المرتده يوصل لمرمى الخصم. اذا هو غير في تنفيذ يعني الطريقه هي بس الخطه اللي اتغيرت. الخطه يعني المهام، تمام، يعني خطتي في الشوط الاول غير خطتي في الشوط الثاني، بس الطريقه لم تتغير. هو غير في الشوط الثاني المهام وبالتالي اتغيرت الخطه، وبالتالي اتغير بقى شكل الفرقه ان احنا مضغوطين او بنلعب في وسط ملعبنا. هو كده عايز يريح اللعيبه، خلي اللعيبه قريبين من بعض لغايه ما نوصل لمرمى الخصم، او ان انا اقدر اعمل الهجمه المرتده فتديني راحه، ما اخليش ان انا اجري، بدل ما اجري من اللاعب من ال 18 لل 18، احنا عندنا طول الملعب 115 متر، لو طلعنا منه من 18 يبقى 80 متر، ما اقدرش اجري 70 متر رايح جاي، دي مجهده. طيب، انا هخليه يجري في ايه؟ في 30 متر. يبقى انا بريح، ده فكر مدرب، اذا دي انا احييه عليها. بصمات مستر مارتن لاسارتي ابتدت تبان على فريق النادي الاهلي؟ بدأت بهذه المباراة، وبدأ بالفكر بتاعه ان يقسم المباراة، ان هو عايز بالمباراة ايه؟ هو عايز يكسب. 2-3-4 المهم هو عايز يكسب. مدرب النادي الاهلي فهو كسب، لان الاهلي ما يعرفش غير المكسب. هو كسب وشاف الفرقة اللي قدامه كمان، قيمها وحس بيها، فقدر ازاي يقفل عليهم، وقدر ازاي يريح لعبته، وقدر ازاي يحافظ على لعبته سلام، عشان لان برضه سلامة اللاعب مسؤولية المدرب، سواء أثناء المباراة أو أثناء التدريب أو أثناء الراحة أو أثناء أنه في بيته، دي سلامة اللاعب واللي تحملها المدرب. لكن بصمات مبشرة يا كابتن فتحي بالنسبة لمستر مارتن لاسارتي، وهل تتوقع الفترة الجاية بالنسبة له إيه مع النادي الأهلي؟ لا أتوقع أن في مجموعة لعيبة أكثر نضجا من اللعيبة اللي كانوا موجودين قبل كده، مش هقول أحسن، يعني هقول النضج عندهم، النضج الكروي البرومسنج بقى موجود، فبالتالي قدر العناصر دي تقدر تكمل، لان كان في جاب كبير قوي، كان في دروب كبير بين المجموعه اللي اعتزلت واللي اصيبت والمجموعه اللي هي لسه جايه، اللي جايه لسه عايزه اعداد، مش اعداد بدني ولا اعداد مهاري ولا اعداد خلق. اعداد ازاي ان انا اتعدى بقى في النادي الاهلي؟ يعني فرق كبير قوي بين ده، انا بلعب بدون ذكر اسماء انديه، لكن اصبحوا هؤلاء اللاعبين الان زي ما قال كابتن محمد يوسف، طالما لبس تيشيرت النادي الاهلي
اصبح لاعب في النادي الاهلي ايا كان هو بقى جاي منين ولا رايح فين، اسمه ايه، سنه ايه، ملناش دخل بيه. طيب ده اكيد كلام مهم جدا. وخلاص تغطينا مباراه مصر المقاصه. كابتن فتحي عندنا مباراه غايه في الاهميه اخرى ان شاء الله بعد بكره امام فريق وادي دجله، الفرق الصعبه او الفرق اللي دايما في مبارياتها مع النادي الاهلي بتبقى قويه. رؤيتك لهذه المباراه ايه، وايه مطلوب من النادي الاهلي ولعبته في المباراه دي؟ انا اقول لك مش لوادي دجله بس، اي مباراه للنادي الاهلي قويه، لان انا اعرف هي احنا دلوقتي في عصر الاحتراف، صح، وكل واحد عايز يظهر نفسه. فبيظهر نفسه ازاي؟ من خلال الاعلام، من خلال التلفزيون، من خلال مباراه. اكثر مشاهده مباراه الاهلي، مباراه الزمالك طبعا. اذا هذه المباريات كل اللعيبه بتبرز نفسها من غير المدرب ما يقول له. يعني مدرب نادي دجله ده من غير ما يقول له اجري وروح وتحبس، هو بيعمل كده، هو عنده الحافز اوريدي، مش محتاج حد. لان هي دي ال 90 دقيقه في الشاشه الفضيه او الشاشه الملونه، ال 90 دقيقه انا بعرض نفسي دلوقتي، بخلي سعر فوق او بخلي سعر تحت، خصوصا في الفوضى الماليه اللي احنا فيها دي. انا بسويها فوضى ماليه. فوضى ماليه طبعا، شايف الاسعار كبيره. مش شايف اسعار كبيره، ده يعني اسعار المفروض ما نتكلمش فيها، لان عشان اقول اسعار كبيره او صغيره لابد الحاجه قد حاجه. يعني انا بشتري جنيه ذهب يبقى قيمته جنيه ذهب، لكن انا ما بشتريش حاجه شكله جنيه ذهب او مطل ذهب على انه هو جنيه ذهب. دلوقتي الاسعار دلوقتي زادت، لكن هل القيمه الماليه المضخوخه في الدوري المصري، في الدوري، مش بقول في النادي الاهلي او الزمالك او اي انديه بيراميدز او كده، لا، هل المضخوخ دي تساوي الانتاج الفني اللي احنا بنتفرج عليه؟ لا، فرق كبير قوي. لكن ساعات السوق بيحكم، وطالما مثلا يعني انديه كتير بتدفع فلوس عاليه جدا، فانت بالتالي مضطر ان انت عشان تجيب لعيبه جيده وتجيب اضافات لفريقك ان انت تدفع. هي الظروف حكمت لانها بدات، وطالما بدات خلاص مش هتقدر توقف. بالظبط، يعني الحنفيات فتحت فنزلت ميه، فالناس عرفوا الميه من هنا، فخلاص كله هيقول لك وش معنى. متوقع ان الاسعار تتراجع بالنسبه للاعبين، ولا خلاص طالما زادت هتفضل كده وممكن تكون قابله للزياده كمان؟ لا، هي لا ما تبقاش قابله للزياده في حاله واحده دلوقتي، لان اللاعبين لما الفرق تثبت وتستقر ويبقى الطلب على اللعيبه قليل، يبقى السعر اكيد هينزل تاني. لكن لا يمكن هتمشي هتعلى اكتر من كده، استحاله، لان هم ما يسووش. ولا قدر الله لاعب دلوقتي انت بتجيبه، احنا هنقول دلوقتي يكون عندي لعيب اشتريته ب 30 مليون 40 مليون، وبعد ما اشتريه يقعد لي يومين يصاب ويقعد لي شهرين ما بلعبش. طب خلاص، طب انا عملت بيه ايه؟ الفايده اللي انا استفدت بيه؟ انا جايب واحد يعني درايفر كويس، واحد طيار كويس، وبعدين جاي عيان فمش هيطير بالطياره، هقعد بقى. بس هو جنبه. كابتن فتحي، في فرق ما بين ان هو يجي عيان وما بين ان هو يجي كويس ويتصاب اصابات قدريه. ايوه، ما هو ده اللي انا بقوله. يعني القيمه صح. القيمه دي ثابته. ما هو هنقول الاسباب لها ليه، بس برضو الاسباب بتاعه الاصابات اللي هي الموجوده، لان اللعيبه تتحمل جزء من هذه الاصابات. يعني اللعيبه تتحمل جزء طبعا. ازاي؟ في عاوزين بقى عشان بنخش في ملف الاصابات. خلينا نروح لملف الاصابات. خلينا يعني نتكلم، كنت عايز تتكلم فيه. نتكلم في ملف الاصابات. من وجهه نظر حضرتك، طيب، شايف ايه الاسباب اللي ادت للكم الهائل من الاصابات في صفوف النادي الاهلي مؤخرا وفي الدوري عام بشكل عام؟ بنقول كم احنا، خلينا ناخد النادي الاهلي، خلينا نركز على النادي الاهلي على اساس ان انا في قناه الاهلي، يمكن انا الناس مش هتقول ان انت من النادي الاهلي، لا، انا ابن النادي الاهلي، اكيد طبعا، اللي فضلوا عليا فهو اللي عمل. اكيد. خلينا نروح بمنظور علمي شويه. احنا عندنا 24 اصابه من شهر يناير 2018 لشهر يناير 2019. 24 اصابه. طب هنحلل الاصابات دي ايه؟ عندي تسع اصابات خاصه بالعضله الضمه. العضله الضمه. الضمه بس. و عندي 8 اصابات العضله الخلفيه. الضمه اللي هي اللي هي بتاخد الفخذ من جوه عشان برضه. العضله الخلفيه 8. تمام. وبعدين عندي في الركبه 4. عندي في العضله الاماميه 3. عندي في الانكل 2 اللي هي زي حسام عاشور. يبقى دي
نوعية الإصابات اللي عندي. إذا في إصابات أما أقول إصابات الأنكل دي أطلعها بره، لأن دي ممكن لازم أنت هتشترك مع لاعب لازم هتتخبط أو أنت هتجري رجلك تلف. تمام. دي اللي بيقولوا عليها الملعب مش كويس. يبقى الملعب مش كويس هيأثر في إيه؟ في إصابات الأنكل. تمام. وأعتقد الركبة كمان. أه أنا لسه وهيأثر في الركبة اللي هي عندي فيها أربعة. أربعة. لكن مش هيأثر في الإصابات الخلفية ولا هيأثر في الضمة. الأمامية ولا الضمة. ما يأثرش. إذا الملعب له دور في الإصابتين دول بس. إصابات الأنكل والركبة. والأنكل قلنا دي في إصابات قدرية. يعني إيه قدرية؟ يعني إن أنا بحط رجلي ورا ستة حط رجلك معايا بالظبط خلاص اتعورت انا مش هقدر يعني مش بمزاجي صح. حتى لو انا فت 100% انا نزلت صلاح مثلا قبل كاس العالم دي اصابه قدريه شد كتفه بالظبط فحصل له ده اسمها اصابه قدريه نفس الحكايه انا جريت ركبتي لفت بواحد ضاربها اصابه قدريه لكن اصابات الركبه عموما اساسها والمفتاح بتاعها اسمه عضلات الفخذ، لو عضلات الفخذ معروفه انها قويه لا يمكن الركبه يحصل لها حاجه، وده المفتاح بتاع الركبه. مفتاح الركبه عضلات الفخذ. قفلت مرنت كويس يبقى انت قافل الباب كويس، لا يمكن حد هيروح هناك، لان اي عضلات الفخذ هي اللي بتاخد كل الصدمات وتاخد كل الضم وتاخد كل الخط، حتى لو رجلك لفت ولو رجلك كده العضله ماسكه نفسها. لكن لو عضله ضعيفه على طول بتروح تلبس السن، يعني انا بغمض دي لو دي ضعيفه هتضرب في دي. لكن لو دي قويه مش هقدر اوصل لهناك، لو دي هنا محطوطه كده وانا عايز اضرب دي وعملت كده ودي قويه ما وصلتش. لكن لو حاجه دي ضعيفه خلاص راح. فعضلات الفخذ اذا بالنسبه لدي. طيب. نيجي بقى العضلات الضامه والعضلات الخلفيه. نسبه كبيره. يعني 8 او 9 17 اصابه. 17 لاعب لما يغيب كل لاعب اذا كده كلهم انا حسبتهم 24 لاعب وانت بتسجل تتحسب معاهم ولا لا؟ نعم؟ العضله الخلفيه تتحسب مع الاماميه حاسب كله صح؟ لا انا حاسس يعني بالضمه اللي هي زي وعندي بالاسماء يعني عندي مثلا عندنا ازارو عندنا صلاح محسن عندي صلاح محسن عندي مروان وعندي ازارو احمد فتحي برضه صبته كان من قدام الاماميه احمد فتحي الاماميه وبرده مروان كان برده حصلت له اماميه قبل كده فيه وبعدين جيراردو اماميه ثلاثه بتحصل بالاماميه. طب النوعيه دي ايه اللي هي خاصه بالشوط بالشوط ايه مش بيشتغل كويس دي مالهاش دخل بقى بحاجه دي دخلها في ايه دخلها في الاحمال بالظبط يبقى الاحمال يبقى انا عرفت دور الحبل ودور اللاعب وكده. اللاعب عشان يبقى جوه جاهز عندي مثلث ينام كويس ياكل كويس يتمرن كويس ينام كويس ياكل كويس يتمرن كويس. طب لو هو نام كل كويس واتمرن كويس وصهر لا يمكن هيبقى كويس لا هتحصل له اصابات. ليه هتحصل له اصابات؟ لان الجهاز العصبي ما بيستريحش والجهاز العصبي هو اللي بيشغل العضلات. فطالما الجهاز العصبي بيجي المدرب يشتغل ما يعرفش انك سهرت ولا لا فبيعمل عليك حمل معين فتلاقي الجهاز العصبي عندك طالما حصل له خلل وهو تعبان فالاشارات تروح غلط. مش ساعات النت عندك بيقطع بتيجي الاشارات صح غلط صح هي هتحصل لك الاشارات غلط تحصل اشارات غلط تحصل اصابه سهله جدا. يبقى دي ممكن هو ليه؟ لانه ما نامش كويس. طيب ممكن نام كويس وممكن كال كويس بس ما اتمرنش كويس ممكن اتمرن لا واتمرن كويس كويس الثلاث حاجات كويسين. طب ايه اللي فيها؟ انا عندي عربيتي كل واحد بيجي النادي الاهلي دلوقتي ما شاء الله تبص تلاقي بعد ما جاي جايب العربيه بتاعته وبيركنها وفرحان بالعربيه وياخد ما يزعلوش مني انا بتكلم حقائق. كويس. اما انت في مرور القاهره لو انت جاي من مصر الجديده ولا من التجمع ولا من مدينه نصر ولا جاي من المعادي ولا جاي من اكتوبر وجاي النادي الاهلي مدينه نصر وتقعد لك ساعه ونص في الطريق وساعه ونص في الطريق بتبص اللي قدامك بتبص اللي وراك وبتبص اللي هنا وبتدوس والجهاز العصبي بيشتغل. لان انت وانت بتسوق انت الجهاز العصبي شغال صح طبعا. طب انت بتسوق وانت رجليك عماله بتشتغل دي هتجيب لي ايه؟ الضمه. التسعه اللي عندي بتوع الضمه دولت دور عليهم هنا هتلاقيهم ساكنين بعيد هتلاقيهم كده شوف ما فيهاش
دي احنا ما بنقولش يعني ما بنضربش الودع. انا فاهم. في حاجه اسمها علم بس ما حدش تطرق. طب الحل في الجزئيه دي تحديدا ايه يا كابتن فتحي؟ ما هو دلوقتي لو لعيب بيتمرن في النادي الاهلي او اي نادي وساكن بعيد عن النادي او مكان التدريب طب هيعمل ايه؟ ما هو مجبر انه لازم يروح. يبقى على الاقل ساعتين لثلاث ساعات قبل التمرين يكون في الملعب. يجي بدري بحيث يرجع ريكفر تاني. يرجع الاستشفاء تاني. الاستشفاء الطبيعي. لان المدرب مش هيقول له تعالى انت ساكن فين؟ في الزمالك يبقى تمرينك كذا. وانت ساكن في التجمع هيبقى تمرينك كذا. مفيش الكلام ده. لكن انت تيجي بدري على قد ما تقدر. بدري على الاقل. على الاقل من ساعتين لثلاثه. عشان يجي لك استرخاء لك احنا اللعيبه لا جايه جري. هات حارس الشرطه هات اللي مش عارف الجذب ايه هوب وتلاقوا نازلين جاريين. لا ما ينفعش الكلام ده. فاذا خليني اقول لحضرتك ان في الحقيقه يعني من خلال متابعتي وانا كنت دايما بغطي تدريبات النادي الاهلي ومباريات النادي الاهلي يعني دايما كان بيبقى الجهاز الفني او اي جهاز فني موجود في النادي الاهلي بيدي ميعاد يعني اقل تقدير قبل المران بساعه ساعه ونص يكون موجود. لكن اللعيب زي ما حضرتك بتقول اللي عايز يتفادى الاصابات بسبب طول المسافات ما بين البيت ومكان التدريب او النادي بالتحديد لازم يجي بدري عن كده افضل عشان يبقى فيه ركبه. ساعه ونص غير كافيه. غير كافيه. غير كافيه لمرور القاهره. احنا جزء من المجتمع ده بشر طبعا والجهاز العصبي في مخ في اعصاب تشغل عضلات دوس بنزين شيت العربيه وقفت كدبت. مش هقول لك ان انا اتنرفزت مع اللي جنبي وخفت على العربيه ورده وبقيت مشدود ورجيت ومشيت كل ده مفيش مشكله. لكن انا بقول ان المسافه دي تحت ضغط عصبي عشان الجهاز العصبي يرجع لوضعه الطبيعي تاني اخد لي ساعتين ما يقدرش يقدر اتمرن تاني تمرين يعني ما يتمرنش الا لما يكون الجهاز العصبي استريح تمام عشان ما تحصلش الاصابات سواء الخلفيه او اصابات الضم اللي هي عددها كبير قوي 17 اصابه تمام. طيب انا عندي سؤال اخير فيما يخص الاصابات لكن خليني اخد بس خبر عاجل ومهم جدا وهو مباراة مصر واسبانيا كرة اليد في كأس العالم انتهت منذ لحظات بتفوق المنتخب الاسباني بنتيجة 36-31 بكده مصر احتلت المركز الثامن على مستوى العالم او من خلال بطولة كأس العالم بعد ما تأهلنا للدور الرئيسي في هذه البطولة واعتقد ان ده انجاز كبير جدا لمنتخب كرة اليد من 2001 واحنا ما خدناش مراكز متقدمة بهذا الشكل وكمان استعدادا للبطولة اللي هتكون مهمة جدا وهي بطولة كأس العالم ايضا في مصر 2021 بيتم الاستعداد والتجهيز لهذه البطوله بشكل كبير جدا سواء طبعا من الناحيه التنظيميه او كمان من الناحيه الفنيه وتجهيز قائمه كبيره من اللاعبين او لاعبي المنتخب المصري اللي ان شاء الله يقدروا يحققوا انجاز افضل من كده كمان في 2021 هنا على الاراضي والملاعب المصريه وبنبارك لهم اكيد على المركز الثامن واكيد ده كان خبر مهم. نرجع كابتن فتحي للاصابات وسؤالي الاخير في هذا الملف هل فتره الاعداد ممكن يكون ليها دور بشكل او باخر في اصابات للاعبين؟ اكيد. ازاي؟ طالما ان انا جهزت الجهاز العضلي وجهزت الجهاز العصبي تجهيز كامل للي هو هيلاقيه يبقى في الحاله دي مش هتحصل اصابات. لما بنقول لما بقوي عضلات الفخذ عشان احمي الركبه وانا قويت عضلات الفخذ عشان احمي الركبه يبقى مش هتحصل اصابات. فاذا دي منظومه مدرب الاحمال طبيب في ايه بقى يعني الطبيب ناس تلوم الطبيب بتلومه في ايه؟ يقول لك هو السبب هو اللي ما خلوش يتعور لا هو ممكن الطبيب انا حاسبه في حاله واحده ان يقول لي اللعيب ده بقى كويس هو مش كويس. يعني اللي بيعمل له التيست الطبيب مش انا. بالظبط. يعني المدرب يقول لي بيجي يقول لي دلوقتي خلاص هو جاهز. هل جاهز للاشتراك؟ هل جاهز للتمرين؟ هل جاهز لكده؟ اصابه بسيطه زي بتاعه حسام عاشور اللي هي في انكر رجله. دي من ارزل الاصابات اللي تحدث بتطول معاه كتير ومش هتبطله يعني ممكن تقعد معاه 3 4 اشهر ويلعب بيها لانها في الانكل والانكل ده هو الجزء الوحيد اللي في الجسم ما تقدرش توقفه وانت زي ما حصل مع نيمار بالمناسبه نيمار نجم باريس سان جيرمان يمكن قبل كاس العالم كان اتصاب في الانكل وخف على كاس العالم وبعد كده كمل البطوله عادي وبيشارك كمان مع بي اس جي في الدوري وبطوله دوري ابطال اوروبا بشكل طبيعي امبارح او اول امبارح تقريبا برده جاله نفس الاصابه في نفس المكان في الانكل يعني ده
طبعا دليل على كلام حضرتك ان اصابات الانكل دايما بتبقى رخمه وممكن تشفى منها لكن تستمر معاك. هي لا هي بتطول معاك وتعمل البنداج وبتطول، لان اصل انت الانكل ده انت اللي بتباصي بيه وانت اللي هتقف بيه وانت اللي هتشترك بيه وانت اللي هتنط منه وانت اللي هتجري بيه. اذا له دور كبير قوي في كل حاجه والناس تفتكرها حاجه بسيطه. الطبيب ما بيبقاش ليه دور كبير قوي غير ان هو يعني بيشخص الحاله كابتن فتحي، مش بيبقى سبب في الاصابات يعني. الراجل بيعالج مش بيعور حد. لا هو ما بيعورش، بس هو يعالج ويديني لما يكون بقى اوكي. لكن لسه مش 50-50 او يعني ممكن يبقى كويس او نبقى نكمل. يعني قرار جريء الاخير ان سعد سمير ما يلعبش، صح، وصلاح ما يلعبش عشان اطمئن ان هو يبقى 100 100، ولازم يبقى في التمرين وخليه يجري ويشوف، وانا اعمل له انا تيست تاني في الملعب. بعد كده لما بيحصل حاجه بتبقى بس ما ترجعش نفس الاصابه. يا ما ترجعش نفس الاصابه. لان الاصابات متكرره، هي نفس اللاعب بتجيله تاني. يعني احمد فتحي حصلت له في نفس الرجل. اعتقد نفس احمد فتحي اللاعب الوحيد اللي جاله اصابه متكرره في العضله الاماميه، يعني اصابه جات له في العضله الاماميه بعد كده شفي منها ورجع على مباراه الداخليه اتعور تاني في نفس المكان. وليد ازارو برضه عنده الشد برضه جات له مرتين. وليد ازارو اتعرض في مباراه بيراميدز لمزق في العضله الضمه. العضله الضمه قبل كده كان عنده كان عضله ثانيه. ايوه شوف كلها عضلات. يعني هل انا قصدي مش في نفس مكان الاصابه الكلام ده؟ لا ما هو ليه بقى؟ ودي لها سبب. ساعات انا بعالج يبقى اركز على الحته الجزء المصاب وانسى الجزء السليم. فالمصاب خلاص خف بقى 100 100، السليم اللي انا متجاهله ده ما خدش جرعته من التدريب الكافي، صح صح، فاصبحت ضعيفه، صح، فتبقى تصاب. لان هي كلها منظومه واحده. كل ده ليه اللعيبه زمان دي ما كانتش تصاب؟ لان كان بيجي لي من النادي الاهلي مثلا ينزلوا التحرير يجوا بيتعدوا كبرى اسرين على رجليهم بيتمشوا. مش كل العربيات عندهم، اللعيبه عندهم كم هذه العربيات. يمكن اللعيب اللي يلفف معاه عربيه يلف على 3-4 يجيبهم. فاذا ما كانش هذه الاصابات بتحدث لا في النادي الاهلي ولا في غير النادي الاهلي. تمام. خصوصا اصابات العضلات وليست الاصابات القدريه. تمام. طيب خلينا نروح لملف اخر وبخصوص بطوله الدوري العام ورؤيه حضرتك لهذه البطوله والمنافسه عليها، لكن خلينا الاول نروح نشوف تقرير عن راي جمهور النادي الاهلي في المباراه السابقه لمباراه الاهلي مع مصر المقاصه والاداء والنتيجه وكمان رايهم في المنافسه على بطوله الدوري. نروح التقرير ونرجع نكمل حوارنا المهم والشيق والممتع مع كابتن فتحي نصير. الاهلي يعني بصمات المدرب بدات تشتغل شويه، بدا النادي الاهلي يعمل جمله في الملعب، بدا اللعيبه تتحرك بدون كوره، بدانا نشوف حسين الشحات بيخش جوه ال 18 ويسجل، رمضان صبح بقى اكتر فعاليه عن الاول، بقى له ماتشين بيلعب بس اداؤه مش قوي قوي، بس الماتش بتاع امبارح بقى احسن بكتير، جونيور اجاي عوده طبعا كويسه جدا جدا جدا. ده كان مميز صراحه، واول بقى له فتره كبيره الاداء ما كانش كده وتطور بطريقه جميله. المدرب عامل شغل كبير. اداء جميل جدا وكان افضل كتير قدام المقاصه. حاسس ان شاء الله باذن الله فرصه الاهلي باذن الله الفوز بالدوري باذن الله كويس ان شاء الله. المباراه خرجت بدون اصابات، المشكله الكبيره اللي بتواجه الاهلي من فتره طويله. ابتدى يظهر التجانس ما بين اللاعبين الجداد واللعيبه اللي موجودين من فتره في النادي الاهلي. عوده اجاي، بدايه حسين الشحات الكويسه جدا مع النادي الاهلي، ثبات مستوى رمضان صبحي. اعتقد ان الاهلي الفتره اللي جايه مع عوده اللعيبه زي صالح جمعه زي رامي ربيعه الاهلي هيبقى له شكل، واعتقد لسه المنافسه لسه قدامها كتير جدا. لسه الاهلي له 6 بونت مع الزمالك، لسه 3 بونت مع بيراميدز. الاهلي اتغير 120 درجه عن الاول تمام بكتير، وعوده الروح رجعت تاني، وان شاء الله الدوري بتاع الاهلي برضه. المنافسه ان شاء الله هتكون كبيره. انا باكد برضو ان الاهلي ان شاء الله هيبقى مميز،
وهيقدر يوصل مع الاثنين بيراميدز والزمالك. هو الزمالك برضو كويس وبيراميدز كويس، بس الاهلي التكتيك افضل، التكتيك في الاهلي افضل من هم، عندهم لعيبه مميزه، بس المدرب الاهلي عامل شغل كبير. الدوري المصري الكل بيعيش الوهم، وبرضو الاهلي في الاخر بياخد الدوري، دي حاجه احنا تعودناها يعني مهما حصل يعني. وبيراميدز فرقه حلوه وجديده وبتاع، بس مش هتكمل يعني مش هتستمر ان هي تنافس مع الاهلي والزمالك، هي هتفضل زي ما هي برضو اهلي وزمالك. هو طبعا الجدول السنه دي غير كل سنه، لان لو حضرتك بصيت من الاخير لحد الاول هتلاقي فرقها مش كبير يعني، دايما حتى من بعد ما تلاقي 16 و18 و19، فاللي بيكسب ماتش بينط ست مراكز. فالجدول طبعا الماتش الموسم ده ما قدرش طبعا نقيم نقول ان هو انتهى، لا ما انتهاش لسه بدري، وما نعرفش مين اللي يقدر يحسم لقب الدوري يعني. انا شايف ان الدوري لسه بدري عليه يعني، انا شايف ان النادي الاهلي ان شاء الله بالماتشات المتاجله جلاله ياخدها باذن الله ويكسبها، مع طبعا ده بيسبب ضغط، كل ما الاهلي ما بيكسب ماتش كل ده ما هيسبب ضغط على بيراميدز وهيسبب ضغط على الزمالك، فعايز ان الزمالك طول ما انت ما بتضغط وراه بيقع منه نقط. طول عمر النادي الاهلي بيلعب لاخر ماتش في الدوري، لاخر نقطه في الدوري واخر دقيقه في الدوري. انا شايف ان شاء الله الدوري لسه بدري عليه، لان لسه المنافسه يعني، انا شايف ان مستوى الزمالك مستوى بيراميدز هم منافسين للنادي الاهلي، لحد دلوقتي ما قابلوش فرق تقيله قوي اللي هي تقدر تبين مستواهم. يعني التفاؤل واضح بشكل كبير بصراحه على جمهور النادي الاهلي، وان لسه المنافسه على بطوله الدوري موجوده، وفعلا المنافسه موجوده اكيد، هم بيتمنوا بشكل كبير جدا النادي الاهلي يعود للصداره بشكل معتاد وطبيعي تعود عليه جمهور النادي الاهلي على مدار السنوات الكثيره الماضيه. كابتن فتحي نصير، رايك في بطوله الدوري السنه دي، وهل لسه المنافسه قائمه على هذه البطوله ولا خلاص في فريق اقرب عن الاخر؟ طبعا ظروف الدوري غريبه وعجيبه ولم تحدث في العالم. طبعا هي مش بسبب فرد معين هو المسؤول، لكن المنظومه ان احنا جوه اتحاد، والاتحاد جوه اتحاد قاري، والاتحاد القاري جوه اتحاد دولي. فالتركيبات والتغييرات في المسابقات صبت في هذه السنه، فأصبح الدوري دلوقتي في مباريات بس الناس تايهه. ازاي تايهه؟ انت مش عارف الماتش ده امتى، الاولاني ولا الثاني ولا الثالث، وفي الاسبوع كام؟ انت في الاسبوع كام؟ ساعات عارف ان الاهلي فاضل له كام ماتش واسابيع مختلفه وخلاص، والفرقه دي هتلعب دي، طب الاسبوع الجاي هتعمل ايه؟ بتلاقي فرقه ثانيه وبتلاقي افكار ثانيه، والدوري مضغوط وداخله ماتشاتها ببعضها. وانا لا الوم الاتحاد ولا الوم مسؤولين عن حاج عامر، ما اقدرش الومه في حاجه زي كده، ظروفهم وظروف البلد هي دي اللي عامله. صح، ودي ربكه كمان المدربين. هتقول لي مأثره على المستوى الفني للفرق. ازاي؟ انا بجيب مدرب زي سراد بدفع له كام؟ مدرب زي الزمالك بيدفع له كام؟ وبعدين يجي ماتش يوم الخميس او يوم الجمعه، الماتش اللي بعد يوم الاثنين، او يوم الخميس ويوم الجمعه، يعني في ثلاث ايام. طب المدرب شاف اخطاء وثبت فرقته كويس، انا بتكلم بقى مش على نادي معين، احنا على اي نادي، بتكلم على كل، وثبت فرقته، مش النادي الاهلي بقى. وثبت فرقته وعنده الاخطاء وعايز يصلح الاخطاء دي عشان اللعيبه ما تحصلش منها الاخطاء الماتش الجاي. وعايز يعد فرقته للمباراه اللي جايه. طب هو عنده ثلاث ايام. يبقى لعب النهارده هيعمل استرخاء بكره واستشفاء عشان يريح، وبعدين هيبقى عنده تمرين، وبعدين اليوم اللي بعديه هيبقى صاب عنده مباراه، مش هيعدي اللعيبه. اذا مش حاسفين بالمدرب، اذا احنا ما اتمررش يعني الدوري داخل في بعضه، هو ده اللي خافض المستوى. يا حضرتك شايف الناحيه الفنيه الدوري مش بمستوى اللي يليق بالدوري؟ لا 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 لا. مش بسبب، السبب انا قلته. السبب ان مفيش وقت للمدرب يصلح اخطاء فرقته. ولا للمدرب يرجع استعاده الشفاء. طب احنا بنقول التدوير. بالظبط، ده اللي كنت عايز اسال حضرتك فيه، ان ممكن القايمه دلوقتي بقت 30 لعيب، ده يدي فرصه اكبر للمدربين ان هم يعملوا روتيشن. بتعمل روتيشن، عملت روتيشن عشان اللعيب ما يتعبش.
لكن انت مش هتعمل روتيشن عشان طريقه يعني هقول حاجه ضربات الثابته بس لازم عايزه تمرين كتير وعايزه وقفات كتير. والضربات الثابته اصبحت في كره القدم في العالم هي مفتاح المكسب. بدايه من كاس العالم البرازيل ظهرت هنقول بارقام لغايه احنا دلوقتي معظم الفرق دلوقتي اهدافها من ضربات ثابته ما عدا الدوري المصري اعتقد. لا برضه هنقول ليه الضربات الثابته بقت الضربات الركنيه ضربات ثابته والاوتات ضربات ثابته والفاولات ضربات ثابته بالشرط ضربات الجزاء ضربات ثابته بالشرط الفاولات اللي هي بره ال 18 بنقول لان طرق اللعب اتغيرت فطرق اللعب كله فيه تكدس قدام المرمى فبقت فيه زحمه فالزحمه دي بقى في زحمه كتير تمام. فالزحمه دي حلها ايه ان انت تعمل ان انت تشوط من بره 18 ما انت يعني اذا انت ضربات ثابته بتشوط من ضربات ثابته وما عندناش اللعيبه لو تشوط كمان من بره ال 18 ودي بتخلق لي حاجه تانية. الزحمه الكتيره دي بتخلق ان انا يجي لي ضربات جزاء كتير في الاشتراكات فعلا. الزحمه دي بتلجا ان انا ضربات ثابته وضربات الراس يعني نسبه ضربات الراس زادت السنه دي حتى في الدوري المصري زادت عن السنين السابقه. السبب ايه؟ ان انا لما اكون في وسط خمسه سته وعايز امرر اللعيبه ثرو ما هتتقطع في وسط دول صح. لكن ازاي انا اقدر احطها له عاليه فعاليه هتعدي ده وتعدي ده وتعدي ده وهتروح لده يبقى اذا ان انا اضغط ان انا اوصلها لك بطريقه ما تتقطعش. لكن لو انا عملت لك الثرو عشان في رجليك ده هيقطعها ولا ما قطعهاش ده هيقطعها اللي قبليه واللي بعديه اللي هيقطعها فبضطر العب الكره عاليه فاضطر تلعب انت بدماغك فاقدر ان انا اجيب اجوان بدماغي. فلابد المدربين يركزوا على ضربات الراس ويركزوا على الضربات الثابته. هل ده بيحدث عندنا؟ لا للاسف ما بيحدثش. ليه؟ لان ما فيش وقت. ولو في وقت مش هيحدث. ليه؟ لان اللعيبه مش ثابته لان اللعيبه بنعمل لها روتيشن وبتعمل لها روتيشن ليه؟ لان الدوري مضغوط العمليه شوف داخله بالظبط مش عاوزين ناخد العمليه فهلوه صح. يعني خلينا انا خلاص مدرب انت ما بتعمليش وتقول لي وحلت لي الروتيشن للتعب لكن ما حلتش الروتيشن للنواحي الخططيه ولا للضربات. انا بمرن فرقتي ان واحد بيرفع من ناحيه اليمين والتاني بيخش بيلعبها بدماغه جول او من ناحيه الشمال والتاني بيخش بيلعبها بدماغه او من ناحيه اليمين وبيشوط. هل الحاجات الضربات الثابته دي بتحصل؟ ما بتحصلش. هل العاب المتحققه بلعبها لفلان عشان يجيبها والتاني يجيبها جول همرن اللعيبه حاجه تاني ماتش مش هلاقيهم مش معايا نفس اللعيبه لا اما مصاب صح لا اما اعمل له روتيشن طب ما مش هلاقيهم. اذا في الحاله هي بتبقى عوامل كلها مكمله لبعض. اذا في الحاله دي انا بقول المستوى لا يعبر عن مستوى اللعيب الحقيقه ولا على مستوى المدربين. المدربين كان يقوز عندهم الاكثر تمام. المدربين مصدومين لان المدرب دلوقتي عايز يحفظ وما عندوش الوقت انه يحفظ وعايز يعالج الاخطاء وما عندوش الوقت يعالج الاخطاء صح. ده هو بيخلص الماتش النهارده ويسافر يعني جاي انت رحت برج العرب رجعت بالليل بشوار ده هلاك لوحده طبعا حتى لو انت مش اللي سايق وتعب رجعت تاني يوم مش ممكن المدرب هديك ايه؟ حاجات في تدريب على طول بقى عندك تمرين يوم وبعدين التاني هلاعب مين بقى؟ هتعمل روتيشن؟ يعني اللي حفظته الماتش اللي فات مش هيلعب الماتش ده واللي هيلعب بصراحة فاذا العمليه كلها متداخله ببعضها. فانا بتقول الموسم هذا الموسم استثنائي في كل شيء وفي دروس لكل حاجه وزي ما قلنا الضربات الثابته لو هنقول بما اننا يا كابتن فتحي بنتكلم من ناحيه علميه بحته يعني طبعا يعني حضرتك بتزودنا بالمعلومات العظيمه في الحقيقه لكن لو نلاحظ في الدوري المصري بالتحديد او في الكره العالميه بشكل عام بشكل كبير جدا الاهداف كلها بتيجي من جوه ال 18 سبب ده ايه؟ ما بقاش فيه اهداف كتير من بره ال 18 زي زمان. السبب دي وهقولها هديك الرقم وبعدين هنقولها يعني عشان نكون احنا عارفينها. احنا في اخر كاس عالم اللي كان في البرازيل لا في اخر كاس عالم في روسيا اتسجل 169 هدف بال 169 هدف اتسجل منه بالضربات الثابته اللي انا بقول عليها بالضربه الركنيه تسجل 20 بالضربات الحره المباشره اتسجل 19 تمام بالضربات الجزاء 22 بالرميات التماس واحده
من اللعب المفتوح 107 ده يعني 169 داخل المنطقة داخل المنطقة 147 هدف 147 هدف داخل المنطقة بال 169 وخارج المنطقة 24 هدف يعني 13% بس الكلمة اللي حضرتك بتقولها عدد قليل ده بالرقم بقى مش بهزار يعني انت قلت لي فديت معلومة صح طيب تقول لي 147 ليه وليه 22 ال 147 او الضربات الثابتة بتمثل 37% او بتمثل 62 جول الضربات الثابتة يعني ايه؟ يعني ضربة ركنية واتلعبت بالرأس فدخل الجول او فاول ودخل الجول او رمي التماس ودخل الجول او ضرب الجزاء لان في 22 ضرب الجزاء من ضمن العدد ده دولت خلاص ضربات ثابتة واللعب اللي التاني اللي احنا قلناه لكن الكميه الكبيره اما الاقي 147 هدف من جوه المنطقه لان اصبح في تكتل كامل واصبح في قله من مهارات اللعيبه اللي بتسدد من خارج المنطقه فاداتهم قليل قوي في العالم يعني زمان هنا في مصر كنت في كل فرقه تلاقي 3 4 سواء من ضربات ثابته او حتى من كره لا عادي متحركه كره متحركه لا ثابته ما احنا الثابته حسبناها 20 اصل الثابته برضو بتعتمد على مهارات اللاعب يا كابتن فتحي يعني في لاعبين بيحاول ان هم من خلال التدريبات او بعد التدريب ما يخلص يطور من نفسه يعني زي وليد سليمان بيعملها زي مثلا علي معلول زي المجموعه دي بنعمل الكلام ده بس انا بقول سيب الضربات الثابته انا عاوز اللعب التسديد متحرك. من خارج البطاقه المتحرك لان النسبه 147 من جوه ليه؟ لأن احنا ما عندناش لعيبة بتشوط. مصر ما فيهاش لعيبة بتشوط، ما حدش يقول لا فيه. النسبة هي اللي بتقول ده العالم اللي بيقول مش أنا. ولو عملت ده الكلام ده على الدوري المصري هيطلع كده. هل ده بيترتب على اختلاف أساليب اللعب عن الماضي؟ لا أيوه لأن أساليب اللعب دلوقتي فيهم أولاً قلة مهارات اللعيبة اللي بتسدد المساحات ما بقتش مفتوحة عشان تدي فرصة لواحد يشوط من بعيد. التكتل الكتير امام المنطقه داخل المنطقه فبيجبرك ان انت تخش بالكره جوه المنطقه فتلاقي كل جوالك من جوه المنطقه الزحمه كمان بتعمل اخطاء ما هي برضو سلبيه وايجابيه بتعمل اخطاء للمدافع يعني المدافع ممكن يجيب في نفس المدافع ما يشوفش المدافع يخطا المدافع يزود ضربات الجزاء لان بيحصل تكتلات كتير تمام فالظاهره دي ظاهره موجوده ان نسبه الاهداف دلوقتي معظمها لا اما بضربه راس او بضربات ثابته الكره ثابته والثابته مش لازم لعبه واحده يعني الضربه الركنيه مش لعبه واحده تلعبها واحد يجيبها جول او فاول والتاني يخش يلعبها جول ضربه حره مباشره مثلا او غير مباشره او التسديد من خارج المنطقه لكن اللاعب اللي بيشوط من خارج المنطقه في اللعب المفتوح اصبح غير موجود في مصر وغير مصر تمام ده في كاس العالم في 169 في عدد الفرق ال 32 فريق بتوع كاس العالم تمام مفيش لعيبه لاعبين 64 مباراه مفيش لعيب في اللعيبه دول جابوا لنا اكتر من 12% من الاجوال بتاعتهم من خارج المنطقه تسديد اذا دي اصبحت في العالم مش عندي بس طيب يعني اتكلمنا بنظره تحليليه مهمه جدا عن بعض الاحصائيات اللي في البطولات بشكل عام بتحديد بطوله كاس العالم الدوري المصري كمان لكن عايز اتكلم عن الدوري المصري بكل ظروفه يا كابتن فتحي هل المنافسه لسه قائمه هل النادي الاهلي قادر ان هو يستعيد صداره هذه البطوله ولا الامور ممكن تكون صعبه شويه بسبب برضو كل الظروف اللي حضرتك قلت عليها لا مفيش صعب مفيش حاجه في الكوره اسمها صعب ومفيش حاجه اسمها مستحيل لا امام الاهلي ولا امام اي نادي كويس حق مشروع لكل فريق يكافح ويراضي لغايه اخر صفاره طالما فيه طبعاً. نقط في الملعب ليك وليا اللي هيجمع اكتر هو اللي هيوصل للنهايه فما احنا بنقرا يعني لا نعلم الغيب دلوقتي هل احنا كنا متخيلين ان مستوى النادي الاهلي في يوم بيلعب المخصص بهذا المستوى بهذا الاداء اكتر واحد كان متخيل او كان حاسس نازل قاعد كده شايف الفرقه هتلعب بالاداء ده شكله ايه؟ لا ما كانش حد يتخيل هذا الكلام صح مع اخطاء حكام مع واخطاء بقول تقديريه لان طالما ده دخل حكم مش هدخلها لان هتحصل وهتفضل تحصل
طبيعي، اخطاء الحكام طبيعيه جدا، وارده جدا من الحكام. هو بصراحه في اخطاء بيبقى مبالغ فيها او حاجات غريبه، لكن وارد يعني، في الاخر بيبقى وارد ان الحكم يخطئ. يعني انا بقول لك احنا يعني الاخطاء الحكام دي مش حاجه غريبه، مش هتيجي دلوقتي يعني وكده. مش حكم انها تحسب ضربه جزاء. ده بنلعب النادي الاهلي في بطوله 78 وبنلعب اتحاد اسكندريه في اتحاد اسكندريه، والاهلي بيلعب مع الاتحاد، و اتلعبت اوفر على النادي الاهلي، كان اكرامي جول وطلع الجلاد بايده تمام فوق، عارف اللي بيلعب سماتش هاند بول زي اللي بيلعبه في الفولي، طلع راح حاططها كده ودخل الجول. الله يرحمه كابتن محمود ابو سعاد كان حكم تمام، وكان مساعد حسين فهمي، فبص لحسين فهمي، لا حسين فهمي رايح على خط النص. هو بيبص له والتاني بينط عشان يشك فيها اوفسايد ولا في حاجه، لكن هو شاف الكره راحت كده، ما تخيلش ان الكره اتلعبت بالايد فتحسب. بين الشوطين قالوا له ده الكره دي كده وبتاع، هو قاعد يلوم نفسه بقول يا رب الاهلي يجيب جول. في النهايه فعلا جبنا جول و2-1. اذا ده خطا، مش ان واحد طلع كوره ولا واحد مسك واحد ولا واحد ده ضرب الجزاء، ده حط الكوره بايده تمام و اتحسبتش، لا اتحسبت وكده. فالاخطاء دي موجوده. احنا ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي قادر بالدفعه القويه اللي خدتها في الماتش اللي فات، بس المهم نستمر ان شاء الله، روح الانتصار وروح الفوز تبقى مع اللعيبه. وانا شفتكم في المقدمه في الاندرو وانتوا بتقولوا على البدلاء وكيف تعاملهم مع الاساسيين، حبهم اكتر. هو ده قمه، ده مفتاح النجاح، ان كل اللعيبه بتحب بعض. لو وصلنا كده سهل ان احنا نوصل ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. اكيد شيء مهم وكلام مهم جدا، لكن في سياق كلام حضرتك اتكلمت عن الحكام، اكيد الحكام عنصر اساسي من عناصر اللعبه، أكيد. عنصر مهم ومؤثر. اكيد حضرتك تابعت مباراه الزمالك وبيراميدز، كان حكم ايطالي معروف جدا وشهير في اوروبا بشكل عام، وحكم في الحقيقه جيد جدا، يعني اخطاه يمكن خطا واحد طول المباراه. لكن في فرق لما بنتفرج على المباريات اللي بيديرها حكام اجانب، مع كل الاحترام والتقدير للحكام المصريين والمسؤولين عن التحكيم في مصر، بيبقى في فرق في المتعه الخاصه بالمباراه والاثاره الخاصه بالمباراه. اعتقد ده كابتن فتحي بيرجع لعدم احتساب فاولات، او فاولات كتير ما تستحقش، او مش كل شويه صفاره. وده اللي انا لاحظته بصراحه في مباراه الزمالك وبيراميدز، في احتكاكات عاديه جدا بتشوفها في الدوري الايطالي والدوري الانجليزي والدوريات الاوروبيه بشكل عام، وده اللي طبق خلال مباراه الزمالك وبيراميدز. بالتالي كانت المباراه ممتعه، ممكن خبطه هنا في الدوري المصري او حكم مصري يحسبها، خبطه تانية حكم اجنبي ما يحسبهاش وتبقى قانونيه على فكره، وده اللي بيؤدي لاثاره في المباريات. هل ده يرجع للتحكيم وعدم وعيه مش عايز اقول القوانين، لان هم اكيد ملومين بالقوانين بشكل كبير جدا، لكن عدم وعيه بالاحتكاكات اللي ممكن تتحسب ممكن لا هي دي داخله في التقدير. طالما لعبه دخلت في التقدير تمام، واحنا بني ادمين، فانت ليك تقدير وانا ليا تقدير. كويس. انت شايفها رمادي وانا شايفها رمادي غامق شويه، انت شايفها مش ابيض واسود. تمام. لكن هي شايفه واخده يعني، هي غامقه لا غامقه شويه، النهارده برد لا امبارح ابرد شويه، مفيش كويس. درجه ما تقوليش. طالما داخله في التقدير فهيحصل الفروقات ما بين القارات. وبرده في امريكا اللاتينيه بقى اصعب واصعب من اللي في اوروبا، يعني لو جبنا حكم من امريكا اللاتينيه هتلاقي الناس بتضرب واحد فعلا. بيجري وبيركب فيه اكتر من كده، شفنا مباراه بيرسي وكوكا جونيورز ده في امريكا اللاتينيه. يبقى اذا كل منطقه لها اسلوبها في تنفيذ القانون. القانون احنا بنقول عليه 17 ماده تمام. مين الحكم الكويس اللي يقدر عليه المتميز قوي؟ اللي هو بيطبق الماده 18. ايه هي الماده 18 دي؟ مش مكتوبه. هي كيفيه تطبيق ال 17 ماده. انا بطبقها ازاي وانت بتطبقها ازاي. كلنا حافظين القانون كويس، لكن طبعا. ماده 18 دي هي اللي بتقول مين الحكم الكويس ومين الحكم الوحش. اللي هي خاصه بالتقدير وتنفيذه لل 17 ماده بتوع القانون. طيب اهم ايجابيات وسلبيات الدوري من وجهه نظرك حتى الان؟ السلبيات طبعا لا يسال عنها احد، لكن موجوده ان احنا ما احناش عارفين الاسبوع الاول من الثاني والثالث من الرابع، وده بيلعب ده، يعني المفروض انا مثلا هلاعب نادي معين
هعرف الاسبوع اللي بعديه هو بيلاعب مين عشان بعد كده هو هيلعبني، يبقى في تسلسل في المباريات، يبقى انا عارف ان ده هيلعبك ثم هيلعبني انا ثم هيلعب مين بعديا، ابقى انا عارف الحاجات دي عشان دي دراسات المدرب يقدر يوضع خطه التدريب بتاعته وبرنامج التدريب بتاعه. هو ما بيعرفش، هو بيقول له طلع له فرقه كبيره، بعدين طلع له فرقه صغيره، بعدين طلع له فرقه دور الماتش اللي مش عارف قبل ايه والماتش التاني ايه، وتلاقي الماتشات بقت قريبه، فرقتين قريبين مع بعض لعبهم قريب ولسه ما لعبش الفرقه الثانيه. كل ده من ضمن السلبيات. الايجابيات انه استكمل. بس انه استكمل دي هي الايجابيه الوحيده. نتمنى بصراحه انه يستكمل وربنا سهل ان شاء الله يستكمل، هي دي الايجابيه. السلبيه كمان الصراع والوصول بالارقام اللي اضطرت فيها مجالس ادارات الانديه للوصول لها تعاقدات لاسباب كلها معلومه، ان ازاي بدات الشراره في زياده اسعار اللاعبين. صح. طيب خلينا نروح نشوف تقرير عن ابرز الازمات في بطوله الدوري من وجهه نظر الجمهور ونرجع مره ثانيه. طبعا مستوى الحكام طبعا متدني، وبعدين اللعيبه والجمهور والاعلام ما بيساعدوش على انه يقف على رجله، يعني دايما هجوم ودايما ضغط عليه، ده طبعا بيخليه ما بيقدرش يبدع ولا يطلع كل اللي عنده. ده غير ان ما عندكش لجنه انضباط قويه تمام واقفه على رجلها تقدر تساند التحكيم وتقدر تحافظ على هيبته في الملعب. الجمهور ده طبعا حاجه ما فيش فيها كلام، باذن الله نرجع تاني الجمهور تاني يرجع تاني، و واللعيبه بقى حاسس يعني ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هتبقى افضل. يعني بالنسبه لي الجمهور، انا بالنسبه لي عايز الجمهور يخش عشان الروح، ده الازمه الكبيره اللي موجوده، والملاعب بقى تتحل بقى عشان احنا داخلين امم افريقيا. هو اكيد طبعا الجماهير دي يعني هو اللعيب رقم 12 في الفرقه تمام، يعني الجماهير دي لها عامل اساسي في اي ماتش، ما ينفعش ان انا العب ماتش من غير جماهير. بالنسبه للحكام برضو الحكام يبقى ليها لازم، يعني الحكام لازم ليها تاثير على الماتش. مستوى الحكام لازم يعني ندرس مستوى الحكام شويه. مجموعه ازمات كتير، اولا عدم انتظام مسابقه الدوري مع عدم التحكيم في كل ماتش دلوقتي، حتى باستثناء ماتش الاهلي برضك لا في تحكيم، في مثلا ضربات جزاء فاولات بتاثر على نتيجه المباراه، مع برضك الملاعب عندنا ملاعب سيئه جدا. اول حاجه الجمهور ده بيأثر جامد جدا على اي فرقه ليها جمهور ولها شعبيه، بتاثر على النادي الاهلي بالذات النادي الاهلي، لان انت عارف ان جمهور النادي الاهلي جمهور كبير، وهو بجد الرقم واحد للنادي الاهلي، ده اكتر حاجه فعاليه للنادي الاهلي. شايف الملاعب، وانا شايف ان الملاعب السنه دي بكتر ضغط الماتشات عليها بدا بقى في كسور في الملاعب في النادي الاهلي في ملاعب مصر عامه. لازم عوده الجمهور، لازم الفرق كلها تاخد حقها في ان يبقى في تكافؤ في عدد المباريات. طبعا وجهه نظر محترمه من قبل الجماهير من خلال وجهه نظرهم في الازمات او السلبيات اللي بيمر بيها الدوري المصري الممتاز او الكره المصريه بشكل عام. كابتن فتحي، عايز اختم مع حضرتك بمسيره النادي الاهلي في افريقيا، وهل تتوقع بعد الاخفاق في مرتين ورا بعض بالفوز بهذه البطوله بالتحديد بعد ما وصلت للنهائي، النادي الاهلي ان شاء الله السنه دي قادر على الفوز بهذا اللقب، وخصوصا ان هو منحصر في فتره زمنيه صغيره جدا؟ ندعو الله ان شاء الله ان نمره واحد الاصابات. الاصابات عشان لما الاصابات هتتوقف الاداء هيرتفع. مش هيرتفع عشان اللعيب، هيرتفع عشان المدرب هيشتغل مع اللعيبه ويقول الكلام اللي قلناه بقى. يعالج اخطائه في كل مباراه ويصلح الاخطاء اللي جايه ويحضر المباراه اللي جايه. النادي الاهلي قادر ان شاء الله بعد خلال 3-4 اسابيع القادمين
هو يقف واستنشق الهواء كده ويقف على رجليه صح ان شاء الله هنقدر نكمل. انا شايف فرق افريقيا مهاريا اقل مننا اقل مهاريا من لعبة النادي الاهلي المجموعه دلوقتي لكن هم يمكن عندهم العنف والعنف الكتير وازاي ده احنا بالاسلوب المهاري بنعرف نتعامل معاه نقدر نتغلب عليه كويس واسلوب المدرب ان هو عنده طريقه لعبه بيغير في الخطه اثناء المباراه من طريقه لطريقه وما عملهاش قبل كده حد دي بيبين لنا ان الواحد مدرك وعارف ازاي يتعامل مع الفرق اللي قدام فان شاء الله باذن الله يعني احنا كنا السنه اللي فاتت وكنا يمكن في اسوء حالاتنا يعني لعيبه ما كناش لاقيين لعيبه بمعنى اصح انك بتكمل ده وتحط ده وكل الامور كانت ضدك وصلت النهائي وبهدف مش بهدفين يعني الهدف اللي دخل هنا فعلا يعني الهدف اللي دخل هنا خلاص خلصت كنا 3-3 حتى لو دخل فينا 3 اجوال كان ممكن ان احنا لسه هنبقى مع فرص. بعض فالحمد لله ربنا سهل ان شاء الله باذن الله بس خلينا نركز في المباراه القادمه بامر الله ان شاء الله. كابتن فتحي نورتنا وشرفتنا وانا كنت سعيد جدا بالحوار مع حضرتك النهارده. انا لا اسعد وبالتوفيق كده ان شاء الله وارجو ان نتواصل وان شاء الله باذن الله يكون كل الخير والساده المشاهدين يكونوا يعني في نفس السعاده ونقول للشرطه برضو كل سنه وانتم طيبين اكيد احنا في عيد الشرطه اكيد بنأيد وبنقف مع الشرطه يعني الجيش والشعب والشرطه أكيد. في صف واحد والرياضيين كمان واحنا بقناة الاهلي نتمنى لهم التوفيق باذن الله اكيد ان شاء الله. شكرا كابتن فتحي نورتنا وشرفتنا. ده كان لقاء وفقره حواريه اولى من حلقه الاهلي الليله النهارده مع الكابتن الكبير كابتن فتحي نصير المحاضر والمراقب للاتحادين الدولي والافريقي ومدرب الاهلي ومنتخب مصر السابق. واعتقد ان هي كانت فقره مهمه جدا وكانت من خلال نظره تحليليه هامه جدا من خلال كابتن فتحي نصير. لسه فقراتنا في حلقه الاهلي الليله النهارده ما خلصتش. بعد الفاصل ان شاء الله هيكون من خلال زميلي العزيز عمر ربيع ياسين هستضيف ضيف مهم جدا هو استاذ رضوان الزيات طبعا الناقد الرياضي الكبير وهيتم الحديث في العديد والعديد من الامور الهامه جدا بعد الفاصل. وكمان في فقره اخرى ما تنسوهاش واستنوها هتكون مع نهايه حلقه الاهلي الليله النهارده وهي خاصه بالكره العالميه مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد في الاهلي الليله ولسه مكملين معاكم في الفقره الحواريه الثانيه. فقره مهمه جدا جدا نتكلم فيها على حاجات كثيره جدا وملفات عديده جدا مع واحد من نجوم الرياضه وايضا عضو البرلمان المصري والناقد الرياضي اللي مشرفني ومنورني ومعايا في قناه النادي الاهلي الاستاذ رضوان الزيت. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك. ازيك كابتن عمر؟ الله يخليك. كله تمام؟ احب اقول لك كابتن ولا استاذ عمر؟ اللي حضرتك عايزه. كل حاجه من حضرتك كويسه. كويس الله يخليك. طبعا حضرتك مشرفني ومنورني طبعا وفقره مهمه جدا وهناقش بقى مع حضرتك يا استاذ رضوان ملفات عديده جدا ودايما الملف اللي بيكون شائك في الفتره الاخيره وعليه علامات استفهام كثيره جدا ويعني بيتم فيه حاليا جلسات استماع وهو قانون الرياضه. نعم. قانون الرياضه طبعا الفتره الاخيره هو شاغل الراي العام. في البدايه عايز اعرف من حضرتك من هو صاحب التعديل في قانون الرياضه وايه هي الاسباب اللي دفعت الشخص الصاحب قرار التعديل انه يعدل قانون الرياضه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بدايه انا سعيد جدا ان انا موجود في قناه النادي الاهلي. شرف لينا يا فندم. سعيد طبعا ان انا اكون معاك النهارده ان شاء الله. وبقول ان قانون الرياضه اللي هو رقم 71 سنه 2017 ده من القوانين المحترمه جدا واللي لجنه الشباب والرياضه بذلت فيه جهد جبار مع اللجنه التشريعيه في مجلس النواب. وطبعا اي قانون مع الممارسه على ارض الواقع بيحصل فيه طبعا مع التجربه والممارسه على ارض الواقع بيحصل بتبين بعض الأخطاء. كان من أهم هذه الملاحظات بعد التجربة هو مركز التسوية والتحكيم. تمام.
ومركز التسويه والتحكيم احنا كلجنه الشباب كنا بدانا ان احنا ناخد اجراءات في تعديل الماده الخاصه بانشاء مركز التسويه والتحكيم والجزء الخاص بيها. لكن لما احنا عملنا القانون اصطدمنا بالماده 84 وخصوصا الفقره الخاصه بتاعت اللي هي مركز التسويه والتحكيم، الماده الخاصه بالقانون مركز التسويه والتحكيم. اصطدمنا بالماده 84 من الدستور المصري اللي هو دستور 2014. تمام. برضو هنعرف الساده المشاهدين مظبوط طبعا وكل اللي بيتابعنا الماده 84 بتقول ايه. تمام نقراها. تمام. الماده 84 بتقول ممارسه للجميع وعلى مؤسسات الدوله، هسيب انا الجزء الاولاني اجي على الجزء الثاني في من الماده، وينظم القانون اللي هو قانون الرياضه. تمام. شؤون الرياضه والهيئات الرياضيه الاهليه. تمام. وفقا للمعايير الدوليه. تمام. وراح واخد فصله صح، وكيفيه الفصل في المنازعات الرياضيه. تمام. دي هي اللي خلتنا بقى ان احنا نعمل الماده بتاعت مركز التسويه والتحكيم. لو كانت الماده 84 من الدستور المصري 2014 كانت قالت وينظم القانون شؤون الرياضه والهيئات الرياضيه الاهليه وكيفيه الفصل في المنازعات الرياضيه وفقا للمعايير الدوليه، كنا عملنا المحكمه الرياضيه عدل، وكنا بقى تجنبنا كل ما حصل من اخطاء في الممارسه وفي موضوع مركز التسويه والتحكيم. ما كناش عملنا مركز التسويه والتحكيم صح، لكن الفصله اللي اتعملت وفصلت اللي هو ان ينظم القانون شؤون الرياضه والهيئات الرياضيه الاهليه وفقا للمعايير الدوليه، وراح عامل فصله وكيفيه الفصل في المنازعات الرياضيه. لو كانت ده وكيفيه الفصل في المنازعات الرياضيه وفقا للمعايير الدوليه كان احنا عملنا المحكمه الرياضيه زي المحكمه الرياضيه الدوليه، وكانت تبقى محكمه وبتفصل في المنازعات الرياضيه، محكمه رياضيه بتفصل في المنازعات الرياضيه. فده اللي خلانا عملنا مركز التسويه والتحكيم. طيب ايه مشكله مركز التسويه والتحكيم؟ طيب لو كان مركز التسويه والتحكيم ده بعد عن اللجنة الأولمبية أو ما كانش ظهر تدخل اللجنة الأولمبية، كان مركز التسوية والتحكيم ده محدش يقدر يقول عليه أي ملاحظة. يعني يا فندم هي فصلة السبب في كل المشاكل دي؟ فصلة هي اللي عملت المشكلة دي كلها. طب هل ممكن يتم تغيير والله القانون طبعاً بسبب يعني الفصلة؟ احنا ممكن يعني تغير الدستور، وساعة تغيير الدستور ممكن المادة دي تتغير في وسط التغييرات التعديلات الدستورية اللي هتحصل. يعني في ان شاء الله تعديلات دستوريه اكيد، يعني انا طبعا بتوقع طبعا يا فندم. ممكن ساعتها تدخل الماده دي تتعدل وتبقى احنا خلصنا من الصداع ده كله ويتعمل محكمه رياضيه. ده اللي جه من خلاله في جلسات الاستماع من ضمن الملاحظات اللي تم اخذها. يعني هو انا شايف ان ده هو اهم تعديل في الموضوع. ليه هو كمان مش عشان مركز التحكيم وتبعيته للجنه الاولمبيه، هو مش تبع اللجنه الاولمبيه. لو الناس فعلا تجردت من النوازع الشخصية صدقني كان الموضوع هينجح، لكن هو حصل خطأين. تمام. خطأ ان الناس فصلت، انا لا مركز التسوية والتحكيم قلنا ده يتبع اداريا اللجنة الاولمبية. تمام. لحد ما يقف على رجليه ويبقى له ميزانية مستقلة. تمام. لكن هو مش معنى ان هو يتبع اداريا اللجنة الاولمبية يبقى رئيس اللجنة الاولمبية او رئيس اللجنة الاولمبية هو اللي يتدخل ويختار المحكمين والكلام ده، لا. ده حتى ده في شروط، انت المحكمين انت بتختار ثلاث محكمين، طرف وبيختار محكم وطرف تاني بيختار المحكم. تمام. والمحكمين الاثنين محكمين بيختاروا محكم ثالث. تمام. يعني في يعني الموضوع معمول بعنايه وبدقه شديده اكيد طبعا، لكن الممارسه والنوازع الشخصيه والحاجات ديت هي اللي افسدت الموضوع. فاحنا هو التعديل ايه؟ عشان برضه ينظم اليه تنفيذ احكام احكام اللي هو مركز التسويه والتحكيم. دي اللوائح برضه، وهو انت ما بتعمل لائحه المفروض تعمل لائحه تتنفذ. يعني تنفيذ قرارات مركز التسويه والتحكيم ده برضه هيتقال في القانون عشان ما حدش يجتهد ويعمل لائحه فيها اغراض شخصيه. هو ده لب الموضوع. الحاجه الثانيه طبعا وزاره الشباب والرياضه والدكتور اشرف صبحي. تمام. اكيد طبعا كان عاوز يدي دور للدولة والحكومة في الموضوع في قانون الرياضة. مظبوط. عشان اللي هي حاجات الإشهار الهيئات الرياضية والكلام ده كله. لكن هو الحتة اللي هو التدخل الإداري، أنا عايز أقول حاجة وحاجة مهمة جدا. أنا إحنا لسه كنا بنتكلم قبل الهواء إن أي قرار إداري أي قرار مالي يتبعه قرار إداري.
اي قرار اداري بتبعه قرار مالي. مالي تمام الاداري والمالي. اذا انا عندي واحد. انا التدخل بتاع الدوله او الرقابه بتاعه الدوله والحكومه ممثله في وزاره الشباب والرياضه بتيجي من الناحيه الماليه فقط، لان ما فيش اي جهه، لا لجنه اولمبيه دوليه ولا اي اتحاد دولي هيرضى ان يبقى في اخطاء ماليه في اي هيئه رياضيه في مصر. مظبوط. فانت هنا بتتدخل وانت القانون ادالك، والقانون ده خلي بالك القانون 71 2017 ده اشادت بيه اللجنه الدوليه وبعتت شكر لرئيس مجلس النواب ووزاره الشباب وقتها. فاذا هذا القانون بيلقى رضا تام من الجهات الدوليه الكبرى وعلى راسهم اللجنه الاولمبيه الدوليه. يبقى اذا انت هنا كل شيء يعني للتعديلات بسيطة جدا ولا يجب ان هي تبقى تعديلات. حتى موضوع الاستثمار زي ما احنا برضو اتكلمنا ان موضوع الاستثمار كل حاجة واضحة في الباب الخاص بالاستثمار، بقى تكوين الاندية الخاصة، تكوين الشركات الرياضية داخل الاندية، وده بما يضمن الحق الممارسة، وعندك برضو الممارسة والبطولة والكلام ده كله متنظم في القانون، ما فيش اي مشكلة خالص. هي زي ما قلت لحضرتك كده، انت هتتدخل ماليا يبقى لازم في تدخل. لا يبقى انت، ما هو طبيعي ان انت برضو القرارات الادارية، تعالى انت الفلوس دي صرفتها عشان انا عينت مدرب، عشان انا مش عارف بعت لعيب، يبقى انت دخلت في الحاجات الادارية. بس احنا حضرتك بس بنوضح للسادة المشاهدين تاني، احنا بنتكلم على قانون الرياضة وبدأنا بيه دستور. طبعا وجهات النظر حد اللي هيسمعنا، عشان برضو طبعا طبعا بنحترم كل الاراء طبعا يا فندم. كل واحد اصل ده قانون، وقانون وضعي قانون وضعي، حتى الدستور برضه دستور وضعي، ما هو الدستور تمام. قانون تمام وضعي يعني من صنع بشر، ومن صنع بشر انت هيبقى ليك راي وانا هيبقى ليا راي، بس في النهايه ان احنا بنحترم الدستور وبنحترم القانون. طيب حضرتك احنا بدانا طبعا بالماده 84 في الدستور المصري اللي طبعا كان 2014 تم التعديل فيه، وبدانا بالملاحظات اللي تم اخذها او لجنه شباب الرياضه أخذتها في لجنة الاستماع، واتكلمنا في مادة مهمة جدا حضرتك الخاصة به اللي هي مركز التسوية والتحكيم، وحضرتك اتكلمت في نقطة مهمة جدا طبعا هي نقطة الاستثمار. أيوه. لكن في حاجة أنا عايز أخذ رأي حضرتك فيها، رأي حضرتك في قانون العقوبات إيه؟ يعني هل حضرتك شايف قانون العقوبات؟ باب العقوبات تمام. باب العقوبات في قانون الرياضة، باب العقوبات واضح وصريح، ولكن هو للأسف لا يطبق. يعني انت مثلا الاتحاد الافريقي في واقعة موضوع الاسماعيلي اول قرار اتخذ ايه؟ يعني رمى طوب وشتم وبتاع ورمى طوب وشطب الاسماعيلي من البطوله، ولسه في عقوبات هتيجي على الاسماعيلي، اكيد في عقوبات ماليه وفي حاجات. انت القانون بتاعنا مدرج العقوبات، الجمهور لما يشتم العقوبه بتبقى ايه؟ مظبوط. الجمهور لما يحاول اقتحام ملعب، الجمهور لما يلقي حاجات مواد صلبه او بتاع او مواد مشتعله زي الصواريخ والشماريخ والكلام ده كله، كل ده متحدد في المواد بتاع، بس انت نفذها بقى. يعني انت ما تجيش تقول لي مثلا جمهور شتم وقعد ورمى طوب ورمى ازاز والكلام ده وتقول لي عقوبه 200,000 جنيه ولا 50,000 جنيه ولا عقوبات هزيله. يعني انت يعني مباراة، طبعا المباراة من غير جمهور يعني حضور 500 و1000 الكلام ده مش جمهور صح. فاحنا بنقول ايه؟ العقوبات لازم تبقى عقوبات صارمة، لان اللي هو شوف مفيش نظام هيمشي من غير عقوبات. يعني انت بتعمل نظام واللي يخالف النظام يعاقب صح، قانون اللي يخالف القانون يعاقب. انت محدد كل بنود المخالفات الجماهيريه في الملاعب، التعدي الاداري، تتعدى على اداري، تتعدى على مدرب، مدرب يتعدى على عناصر اللعبه نفسها، مدرب يتعدى على حكم، كل الكلام ده محطوط في باب العقوبات، بس ما بيتنفذش حاجه منه. طيب احنا بنطالب الدوله. هقول حضرتك على حاجه ثانيه، لو الجمهور، احنا بنتكلم على الجمهور وبنتكلم على العقوبات. نعم. طيب فما بال حضرتك بقى بالمسؤولين لما يكون في تجاوز، عايزين يكون في عقاب. طب ما هو المسؤول، طبعا ما هو كل المسؤول ده مش عنصر من عناصر اللعبه. تمام. قانون بينص على ان هو احد عناصر اللعبه، انا مش هسمي بقى هو رئيس نادي او مدرب او حكم او اداري، اي حد بيخطئ بيتعرض للعقوبات، والعقوبات
واضحه وصريحه في الكلام ده. طيب وجهه نظر حضرتك كناقد رياضي، نعم، ايه اللي بيمنع تطبيق قانون العقوبات او العقوبات بشكل عام على اي طرف من الطرفين، سواء الجمهور او سواء المسؤولين؟ حضرتك شايف ايه؟ انا شايف ان ده تقصير. تقصير من الحكومه. تمام. من من ال- 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 القائم بتنفيذ القانون. تمام. من الجهه المنوط بها تنفيذ القانون. في اكثر من جهه. يعني مثلا انت بتتكلم على كره القدم. تمام. مين المسؤول؟ اتحاد كره القدم. مظبوط مظبوط. عندك القانون، ما تطبق القانون. مظبوط. دخله في لوائحك بقى. يعني القانون ده دخله في لوائحك. تمام. لما تيجي تعمل لائحه لازم تحط قدامك قانون الرياضه. باب العقوبات، تعال شوف الجمهور لما بيحصل بيعمل ايه، الجمهور لما بيوقف ماتش، لما بيعطل ماتش بيحصل ايه. ما هو الجمهور في اسماعيليه والاتحاد الافريقي، انت الاتحاد الافريقي احسن منك؟ لا طبعا. الاتحاد الافريقي انت اللي مؤسس وصارم. لا، وانت اللي مؤسس الاتحاد الافريقي. صح فندم. مظبوط. مش انت اللي مؤسس الاتحاد الافريقي؟ مظبوط. الاتحاد الافريقي يعمل لوائح احسن منك وينفذ لوائح. صارم. صارم ينفذ لوائح وانت مش عارف تنفذ. ده كلام يعني انا يعني مش عايز ادخل في اتحاد الكره جامد عشان احنا بنستعد لكاس الامم وعاوزينهم. احنا عاوزين، انا طالب حاجه واحده بس من اتحاد الكره، ان هم يبقوا منظومه محترفه. بمعنى ان ادي العيش لخبازه. تمام. رجع يا سيدي رابطه الانديه المحترفين. يعني انت ليه شغال شغل هواه؟ طيب لجنه المسابقات والحاج عامر حسين. صح. احترامي. صح. صديقي ومن اقرب الناس لي الحاج عامر حسين. تمام. الحاج عامر حسين بيدير الدوري اللي فيه مليارات لوحده. فين رابطه المحترفين، رابطه انديه المحترفين؟ هل ده الدوري بالاستثمارات الضخمه اللي فيه تديره لجنه مسابقات من اللي هو؟ وحتى ده شخص واحد محترمي ليه؟ انا عايز اقول لك على الدوري الانجليزي، لو احنا مش عايزين نقارن. لا مفيش مقارنه. احنا مش عايزين نقارن، لكن الدوري الانجليزي بيقام بنفس الفكره اللي حضرتك بتتكلم فيها. هناك طبعا اتحاد انجليزي مسؤول عن المنتخب، وهناك رابطه للدوري او للانديه المحترفه وعن بطوله الامم تمام وهناك رابطه للانديه. مظبوط. محترفه تقوم باداره الدوري بشكل عام، كله من حقوق بث لتنظيم مباريات لكل شيء، كل شيء كله لجدول لكله. فحضرتك بتطالب ان طبعاً يكون هناك لجنه تدير الدوري العام. لن ينصالح حال كره القدم في مصر ولا حال الدوري المصري الا بوجود رابطه للانديه المحترفين. وتبقى ان شاء الله لازم يتعمل ديفيجن 1 وديفيجن 2، دوري القسم، دوري زي الدوري الممتاز 18 نادي، دوري الدرجه الثانيه او الدرجه الاولى 18 نادي. حضرتك بتقول مجموعه واحده ولا مجموعتين في دوري الدرجه الثانيه؟ مفيش مجموعتين. ايه؟ صح. ده يعني هي مجموعه واحده. ده تهريج. صح. مع احترامه طبعا كل انديه الاقاليم هيزعلوا مني. لكن انا بقول لك والكلام ده ما يجيش كده، ما اقولش السنه الجايه هنطبق النظام ده. لا، انت بتعمل برنامج. انت انا عاوز حد يقعد ويقول لي انا هعمل برنامج لتطوير كره القدم المصريه. تطوير كره القدم المصريه ايه؟ عباره عن ايه؟ مسابقات محليه ومنتخبات. كويس. المسابقات المحليه بتيجي، انا هعمل مشروع لتطوير المسابقات المحليه في خلال العشر سنين اللي جايين دول او الثمان سنين. بعمل انا مشروع، ما اجيش بقى اقول له السنه الجايه ان شاء الله هنعمل دوري الدرجه الاولى 18 نادي بس مجموعه واحده. طب ما انت الناس كلها تزعل. لكن لما تقول له الكلام ده هيبقى بعد اربع سنين، هو هيعمل حسابه بقى. كله هيستعد. كله هيستعد ومحدش هيزعل. محدش هيزعل في السنه دي هينزل اربعه، السنه الجايه هينزل هيبقوا اثنين. يعني كمثل يعني. انت بتقول السنه دي هينزل سته، السنه اللي بعديها هيقل العدد لحد ما نوصل لدوري محترم، دوري محترفين، دوري درجه اولى، دوري درجه ثانيه، على الاقل ثلاث مسابقات كبار في مصر. دول ينظموا لي، يعملوا لي قاعدة كرة قدم حقيقية. لكن القاعدة اللي موجودة دي قاعدة وهمية، مش قاعدة كرة قدم حقيقية. تعمل منتخب يروح كل سنة كاس العالم، كل أربع سنين يروح كاس العالم. أنا ما الكلام ده ما ينفعش. فهو ما كناش هندير منظومة كرة القدم بالمفهوم الاحترافي العالمي وبكميه الاستثمارات اللي موجوده الضخمه ديت، اللي هو نشوف بقى تجربه نادي بيراميدز، وفي ناس اكيد هتفكر تدخل تكرر نفس التجربه. يبقى اذا انت داخل على نظام جديد اخر. فطبعا لكن الشكل اللي بتدار به كره القدم، منظومه كره القدم في مصر،
ده ما يعجبنيش ولا يعجبش حد. طيب انا عايز اسال حضرتك على الجمهور وعايز ارجع حضرتك لملف الجمهور واتحاد الكوره. هل حضرتك شايف ان الوعي اللي مفروض يتم من خلال التواصل الاعلامي مع الجمهور، هل حضرتك شايف ان الجمهور مظلوم اعلاميا، ان مفيش وعي، ان مفيش حد بيتكلم معاهم، ان محدش بيوجه الجمهور، ولا حضرتك شايف ان الجمهور لابد ان يكون واعي بكل شيء ويبقى عارف كل حاجه من ايه اللي ليه وايه اللي عليه؟ هي مسؤوليه مشتركه بين الجميع. ده عناصر الجمهور، الاعلام، الاتحاد كره القدم، وزاره الشباب والرياضه، الحكومه، تمام، دوله، كل الكلام ده لازم يساعد على ان احنا نخرج بشكل ان الملاعب يعني احنا بنتفرج على الدوريات الاوروبيه طبعا، بنقعد دلوقتي بقينا يعني بننتظر كل اسبوع او كل اربع خمس ايام ماتش ليفربول محمد صلاح صح، بنشوف الجمهور. هو احنا ما بنتعلمش؟ احنا هل احنا شعب بيجيد المشاهده فقط؟ انا عايز اقول لك على حاجه، محمد صلاح ومباراه ليفربول بتجمع كل الاطياف مع بعض، ولا حد بيختلق مشكله ولا حد بيعمل مشاكل، يعني ونقعد مع بعض ونضحك ونهزر. احنا بنقعد، هو بيلم الاسر المصريه صح، محمد صلاح دلوقتي صح بيلم صح الاسر المصريه صح، وبنقعد نتفرج. مفيش حاجه يعني بتشد انتباهنا؟ يعني انا ما بشوف الماتش بشوف الجمهور قاعدين زي قاعدين في مسرح، والله ده احسن من المسرح، ده الناس قاعده كانها بتتفرج على مسرح، مش مباراة كرة القدم. هو مباراة كرة القدم لازم جماهير وناس كده نشاز، واحد مش عارف ايه واحد ايه، ما الناس قاعدة محترمة بتتفرج وبتشجع بمنتهى المثالية وبالروح الرياضية عالية جدا. هل حضرتك الثقافة الثقافة مختلفة؟ احنا ليه ما نتعلمش؟ ليه الإعلام ما يركزش على كده؟ بالظبط، يروح جاي ومركز. شايفين المدرجات عاملة ازاي؟ شايفين الملعب عامل ازاي؟ أرضية الملعب عاملة ازاي؟ ولا الأرضية بتاعتنا اللي ده شكل، انا لو 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 ما اتعملش الارضيات بتاعه الملاعب في كاس الامم بالشكل اللي احنا منتظرينه ان شاء الله، يعني لازم الناس تاخد بالها قوي حته ارضيه الملعب، يعني عشان ما تبقاش فضيحه. فنرجع تاني، لا نرجع تاني لل يعني انت تعمل سبوت كده تركز الاعلام والجمهور، شاف الجمهور قاعد ازاي، تمام، في سور، ده هو اللاعب في وش المتفرج صح، مفيش تراك في مفيش الملعب تراك. يعمل مسافه ما بين اللاعب حتى لو في تراك مفيش سور. يعني هل حد بينزل الملعب، حد بيشتم، حد بيعمل، مفيش الكلام ده. لازم احنا يعني الجمهور ده لازم يعيد حساباته مع نفسه، الجمهور نفسه. يعني احنا بنقول انت رايح تشجع وراح تستمتع، راح تشجع فرقتك وراح تستمتع باداء كره قدم، انت مالك ومال المنافس؟ ما تخليك في نفسك و و و وخليك احترم نفسك. يعني انا صح اقول احترم نفسك صح، يحترمك الاخرون صح، احترم الاخر، انت لازم تحترم الاخر. طب دور ده جزء من احترام دور النفس. الانديه يا فندم كمان، يعني دور الاعلام ودور الانديه تجاه جمهورها مرارا وتكرارا. لازم يكون في تواصل، لازم تكون في روابط رسميه مظبوط، والقانون نظم الكلام ده. يعني ممنوع تشكيل اي رابطه جماهيرية أو رابطة بتاع إلا بالقانون. يعني أنت ما تطلعش كده تيجي تطلع رابطة، لازم النادي يتقدم أو مجموعة يتقدموا بالقانون ويشكلوا رابطة. أنت الأندية المفروض تتواصل مع الجماهير بتاعتها وتشكل روابط، والروابط دي ويبقى فيها انتخابات، وده مجلس رابطة جماهير الأهلي، وده مجلس رابطة جماهير الزمالك، ده مجلس رابطة جماهير الإسماعيلي، وهكذا. يبقى إذا أنت هنا بتعمل نظم، ودي اللي تكون نقطة التواصل ما بين الجمهور بالزبط وبين النادي بالظبط. وخلاص اتعرفت الرابطة دي ومجلس ادارتها، عشان احاسب، انا احاسب مين صح، احاسب مين؟ ما يكون في رابطة رابطة جماهير الاهلي في مجلس الادارة بتاعها اللي هو من اللي انتخبته جماهير الاهلي صح. يبقى اذا هنا في حساب وفي عقاب. الاندية في تواصل، ما انا هتصل ب 50 60 مليون ولا من خلال الرابطه اللي موجوده مجلس الرابطه، هيبقى ده اللي يبقى متواصل مع النادي. يبقى اذا ان في حلقه تواصل، مش يبقى يعني كل حاجه يعني لا اصل دول اصدقائنا، دول الناس اللي بيقف معانا، دول الناس اللي مش عارف، لا احنا عايزين حاجات رسميه، روابط رسميه
ومعترف بها بالقانون عشان تتحاسب بالقانون. عايزين الاعلام يوعي الجماهير ان احنا جماعه مش هنتغير الا اذا غيرنا من انفسنا. صح. مش هنطور نفسنا الا اذا غيرنا من انفسنا. لازم الجماهير تتغير ولازم الادارات في الانديه تتغير ولازم زي ما قلت منظومه اتحاد كره القدم تتغير. عشان كده هو ده اللي احنا المفروض نمشي عليه. لكن انا همشي بالطريقه طريقه الهواه والطريقه اللي بتاع شغل يوم بيوم، لا الكلام ده لازم في خطط واستراتيجيات تعملها الانديه وعملها اتحاد الكره تعملها وزاره الشباب. لازم يبقى فيه منظومه عمل متكامله في كل الجهات ويبقى فيه نظره مستقبليه واستراتيجيه عمل وطور مسابقات ازاي وطور مش عارف ايه. موضوع الممارسه وزاره الشباب والرياضه تركز على الممارسه، على قطاع الممارسه، قطاع البطوله ده للاتحادات واللجنه الاولمبيه. لازم هو ده الفصل. يعني انت وزاره الشباب والرياضه مسؤوله عن توسيع قاعده الممارسه الرياضيه في كل اللعبات بما فيها كره القدم والاقاليم وانديه الاقاليم ومراكز الشباب والكلام ده كله، واركز بقى وارجع اعمل مراكز اعداد المواهب الرياضيه والكلام ده كله. يعني ده منظومه لازم كلنا كل واحد يشتغل في قطاع ويتفوق ويتميز فيه عشان المنظومه بتاعت الرياضه في مصر تتعدل. يعني حضرتك نروح نشوف السيد وزير الشباب والرياضه وتقرير بيتحدث فيه عن تعديلات قانون الرياضه ونرجع نكمل مع حضراتكم. هو في يعني اتفاق مع اللجنه الاولمبيه ان احنا نعمل اتفاقنا مع المهندس محطه في الحقيقه ان احنا بعض الحاجات اللي هي بعد تطبيق القانون في الحقيقه فرضت نفسها للتغيير ان احنا ننظر اليها في التعديل زي الجامعات العموميه للانديه، زي التحكيم الرياضي لجنه فض المنازعات، زي بعض الاجزاء في الاستثمار. هي دي كلها الحقيقه محك دراسه مع اكتر من جهه في الوقت الحالي. كمان لجنه الشباب والرياضه بمجلس النواب في الحقيقه بذلت جهد في الحوار المجتمعي مع ما قمنا به من وزاره الشباب والرياضه مع بعض الخبراء، على اعتبار ان هو الساحه الرياضيه يعني ان شاء الله من خلال القانون برضو تكون افضل في الفتره الجايه. اكيد لازم نبدا في كل مجال، احنا عندنا رياضه فيها رياضه بطوله لازم نكون مستعدين كويس نعمل مشروعاتنا القوميه في رياضه تنميه رياضيه ورياضه تكون للصحه ورياضه تكون استثمار وقت فراغ ورياضه تكون تنميه رياضيه في الحقيقه، رياضه في المدارس رياضه في الجامعات ده جزء اخر بنتحرك فيه في استضافه الاحداث الرياضيه الكبيره والاستعداد ليها، يعني زي استعدادنا لكاس العالم الهاندبول 2021 الحمد لله بموجود الدوله بشكل كبير، بنتكلم عن 2019 كره قدم، بنتكلم على العديد والعديد من البطولات الاخرى ان احنا نستضيفها بالاضافه الى الايفنت او استضافه الاحداث الرياضيه في مصر على سبيل السياحه، ده جزء برضو بنتحرك فيه زائد ملفات الشبابيه الكبيره اللي بنتحرك فيها. ان شاء الله احنا يعني في مجموعه عمل كبيره جدا بتدرس دلوقتي بالاضافه للجنه التنظيميه لاتحاد الكوره، واكيد ده كله يطلع ان شاء الله في الثلاث شهور فتره قليله كبيرة يعني بشكل كبير اللي فيها احنا نطلع ان شاء الله منتج في الاخر يكون كويس يليق باسم مصر. اللجنة شغالة دلوقتي بشكل كبير جدا على أعلى مستوى بتلف على كل الاستادات، استاد القاهرة يمكن كان في زيارة اثنين رئيس الوزراء وأنا معاه وبنتابع اللي بيحصل دلوقتي، أما الاستادات الأخرى في جهات بتلف فيها دلوقتي وبتناضل إن شاء الله تطورها وفقا لمتطلبات التنظيم.
الحمد لله نحاول نكون فعلا قريبين، بنحاول نكون يعني حاسين بالمشكله. بعض المشاكل بتتطلب لازم تدخل فوري، بعض المشاكل لا، يعني في اطراف اخرى منوطين بيها، نشوف الموقف ايه وناخد القرار اللي يتناسب مع ده، اللي فيه في الاخر صالح العام وصالح الوطن يعني. كلام مهم جدا من سيادة الدكتور أشرف صبحي، وده كان من خلال إطلاق إشارة بدء الماراثون الجري والمشي والدرجات، واللي انطلق من البوابة الخاصة بمركز شباب الجزيرة، طبعا بوابة النادي الأهلي، ومرورا وختاما بالبوابة الخلفية لمركز شباب الجزيرة. طبعا الماراثون كان فيه أيضا مسيرة شبابية. كمل مع الأستاذ رضوان الزيكتي اللي مشرفنا ومنورنا، ولسه هنتكلم في ملفات عديدة وكتيرة خاصة بقانون الرياضة أو بأمم أفريقيا اللي إن شاء الله مصر هتنظمها في 2019، وإن شاء الله يكون تنظيم مشرف. طبعا كنا بنتكلم قبل التقية يا فندم على الوعي ما بين الإعلام والأندية مع الجمهور، لكن في جانب ممكن يكون البعض مش واخد باله منه، هو الجانب الأقوى من وجهة نظري، وهو السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي. طبعا فيها إيجابيات وفيها سلبيات، لكن هل حضرتك شايف إيه الجانب اللي بيطغى أكتر؟ هل هو الجانب الإيجابي ولا الجانب السلبي؟ لا، الجانب السلبي. الجانب السلبي هو اللي بيطغى أكتر. يعني السوشيال ميديا في كل القطاعات هو الجانب السلبي. إحنا بناخد، ما احنا برضو زي ما بقولك احنا بنتعلمش. يعني السوشيال ميديا اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي، هل بره بيعملوا اللي احنا بنعمله هنا في مصر؟ مواقع التواصل الاجتماعي ديت تواصل، اسمها تواصل اجتماعي. انا بسميها مش تواصل، تباعد اجتماعي. يعني هي مواقع بتعمل مشاكل اكتر، فتن وفتن رهيبه. وبقى اللي عاوز، بقى اللي مش طايق الواحد يروح مديله على السوشيال ميديا على هذه المواقع. كمان بقاش خلاص ده الوقت، الناس بقاش تزور بعضها، ما خلاص بيبعت له بقى والشات ومش عارف ايه والكلام، خلصت الليله بقى ما حدش بيزور بعض. طب بيبقوا قاعدين في اوضتين بيعملوا بعض بقى. طب بدل ما تروحوا ما تكلموا مع بعض فيس تو فيس، بدل ما تتكلموا على الفيس، لا اتكلموا فيس تو فيس، واخد بالك؟ فهم بيبقوا قاعدين، واحد قاعد اخته قاعده في الاوضه الثانيه وهو قاعد في الاوضه ده او اخوه، ويكلموا يعملوا شات. طب يعني ما تقعدوا مع بعض فيس تو فيس يعني، واخد؟ فهي نيجي الجمهور بيستخدم هذه، وخصوصا الجماهير الايه؟ الوحشه. انا كلمه وحشه يعني الجماهير اللي عايزه تحدث فتن ما بين الانديه وبعضها، او الناس المغرضين اللي بيستغلوا الرياضه عشان اهداف اخرى، وبيستغلوا ان الجمهور مش موجود ما بينهم ببعض، ثقافه يعني كبيره وثقافه يعني عاليه. يعني نرجع لماتش مباراه الاسماعيلي، هل يعقل ان الجمهور في حفنه قليله او قله مندسه يعني تجبر وتفرض رايها، وان الماتش مش هيتلعب؟ يعني مش هيتلعب وهم بتاع 15 واحد والامن شايفهم وعارفهم بالاسم وعارفهم بالشكل؟ طب ما دول يجي يتجاب من قفاه ويخرج والماتش يكمل غصب عن عنه وعن غيره. لكن ده كان مشهدا سيئا وخبيثا، ان هو المشهد بتاع استاد اسماعيليه بتاع الماتش ان هو يتلغي، لان ده كان لازم الماتش ده يتكمل باي طريقه من الطرق. صح، اتفق معاك، لان ده فشل اداري شديد من كل الجهات. مش هستثني حد، كله بما فيهم الامن فشلوا في اداره هذا الملف في هذه المباراه. ان الماتش ده يتلغي بالصوره ديت ويخرج شكلنا وحش كده، كله مسؤول عن هذا الملف، كله لازم يشيل، كله لازم يتحاسب. وانا مش عاوز اقول ان مدير امن اسماعيليه يتحاسب في هذا الموضوع، ده لازم يتحاسب. ليه انت الماتش ده ما كملش؟ يعني طيب، مش مصر اللي يحصل فيها الكلام. هل حضرتك شايف ان الاتحاد الافريقي والعقوبه الموجهه تجاه نادي الاسماعيلي هي عقوبه عادله هي الاستبعاد من دوري ابطال افريقيا؟ بص، ما يبقى عنصر احد عناصر اللعبه هو الجمهور، وهو العنصر الاهم
واللي احنا كلنا بنقول الجمهور هو اللاعب رقم واحد. رقم واحد مفيش شك. مش رقم 12. لا طبعا واحد هو واللي لا. طيب هل حضرتك احنا ممكن نشوف جمهور 2019 في امم افريقيا ان شاء الله هو الجمهور اللي كان متواجد فيه 2006؟ قبل ذلك لازم ترجع الجمهور لماتشات الدوري كبروفا. اه طبعا. وترجع بقى 10,000 و15,000 و20,000 وانت هتيجي تنزل له الجمهور فجاه كده على كاس الامم هتقول لي اصل ده جمهور مصر. انا مع احترامي اه ماشي جمهور مصر، لكن انا برضو عاوز اعود الجماهير على حاجه. عايز اعوده واشوف ردود الفعل ايه، واشوف ان انا يا جماعه ولازم يبقى في مبادرات. احنا النهارده عاوزين في الماتش الفلاني نعمل كذا بروفات بقى لكاس الامم. ولا هاجي انا افاجئ الناس بقى في كاس الامم ان يحضر 100,000 صح فجاه كده بعد ما كانش الملعب فاضي، بيجي دلوقتي بلاقي نفسي قدام 100,000. لا لازم اعمل حضور تدريجي للجماهير لحد ما تبدا البطوله في شهر 6. لازم بعد كده ادخل بقى 10,000 15,000 20,000. عاوز اخلي كل الملاعب اللي هتلعب فيها كاس الامم لازم تخلى من الان. طيب هذه اللحظه عايز اخد راي حضرتك، كان في تجربه للنادي الاهلي وتجارب عديده في المباريات افريقيا، ممكن في الادوار الثمانيه وال16 او الثمانيه وقبل النهائي كان بيبقى في عدد مش وحش 15 20,000، لكن في اللقاءات النهائيه كان بيبقى في 50 و60,000. وكان في يعني كان في مشهد رائع ايضا في مباريات منتخب مصر، اتحاد الكره كان بيسعى جاهدا الى حضور 80,000 و100,000، والامن كان بينجح في تنظيم المباريات. الامن المصري قادر على تنظيم اي عدد من الجماهير، قادر على ان هو يستوعب اي حاجه. يعني طبعا كلنا اكيد عندنا ثقه كبيره جدا في الامن طبعا 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 طبعا، وان هم قادرين تحت اي ظرف من الظروف ان هم ينظموا اي مباراه. مدير الامن الاونا لا معلش انا مش هقدر استضيف المباراه ديت ما يقعدش. لا لا طبعا. وبعدين ما حصلتش اصلا قبل كده. ما اعتقدش ان يعني حصلت مدير قبل الأمن كده. اللي ما يقدرش يامن مباراه لا يستحق ان هو يقعد في المحافظه اللي قاعد فيها. لا لا ان شاء الله حضرتك. بص يعني انا زي ما قلت لحضرتك هو كلنا ثقه، وكل الـ 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 المسؤولين اللي موجودين في المناصب اعتقد ان هم قادرين على تنظيم المباريات، وفي نفس الوقت مفيش شرطه تظهر في الملاعب. لا دي داخل الملاعب، ما احنا عندنا بقى قصه الشركات داخل الملاعب دي ما انا ما موضوع يعني عايزين نتكلم فيه حالات وحالات. انا ما اجهدش الشرطه في جوه الملعب. صح الشرطه لها الشارع. داخل الملعب ده شركات امن بقى خاصه وبتاع ده. النادي الاهلي السودان الشقيقه يا راجل. النادي الاهلي بيطبق اعتقد ان هو طبعا بص يا فندم حضرتك اكيد الامن هو اللي بيكون المظله العامه، تحتيه بينطبق كل الكلام اللي حضرتك بتقوله طبعا واحنا متفق عليه، لكن عايز اعرف راي حضرتك في جمهور 2019 اللي هيكون موجود في المدرجات. هل حضرتك تعتقد ان شاء الله ومتوقع ان هو هيكون بنفس الشكل اللي كان موجود فيه في 2006 وخرج بمنظر اكثر من رائع؟ وأحسن. بس كده دي الكلمه اللي انا عايز اسمعها من حضرتك. واحسن بس انا برضك لازم ان احنا نعمل بروفات. تمام. لازم نهيئ نفسنا للموضوع ده. كل الاسر كلها دلوقتي حتى ما خدنا كاس الامم وفوزنا بشرف تنظيم كاس الامم وده طبعا يعني في انجاز رغم انها بطوله قاريه واحنا مصر بعلاقتها وضخامه شعبها وامكانياتها الكبيره دي بطوله كاس الامم يعني حاجه عاديه يعني احنا ننظمها ده شيء عادي. لكن الاسر كلها مستعده، الاسر كلها مستعده عايزه تروح كاس الامم وعايزه تفرح وعايزه تروح وتستمتع بالرياضه والمباراة. من دلوقتي يا فندم بيجي لي طلبات تذاكر. اه والله يعني صحيح. بلاقي اصدقائي يقولوا لي عايزين نروح. تمام. انا وزوجتي واولادي ووالدي ووالدتي كل الاسر بصراحه عايزه تحضر وعندها شغف كبير جدا في العوده من جديد للمدرجات ومسانده منتخب مصر. لازم انا بقى استعد للحدث ده عن طريق لازم بقى شوف انت طبعا رحت اوروبا وشفت ماتشات ودخلت الاستادات. انت ما فيش استاد بذمتك كده شفت فيه استاد عليه حواليه سور؟ لا طبعا. انت بتروح انت داخل انا داخل كان انا مش داخل ملعب، داخل مسرح، داخل مسرح، داخل دار سينما. بص تلاقي قدامك المحلات والباب اللي انت داخل منه لجوه الملعب ما كانكش داخل استاد. صح. باب عادي كده وتتفاجئ تلاقي المدرجات في وشك. طيب فاذا احنا عاوزين الاستادات اللي هتلعب عليها الماتشات عايزين بقى نشوف الكلام ده. طبعا عايزين نشوف بقى الكافتريات الجميله صح. والمحلات البتاع والمش عارف ايه التيشيرتات والكلام ده زي ما بنشوف في اوروبا. واحنا اقل يا جماعه من كده. ما انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هل حضرتك شايف ان الوعي اللي موجود في اوروبا والتعامل الاعلامي مع الجمهور
علشان بيتعامل مع جمهورنا المصري بنفس الوعي اللي موجود في اوروبا. هو اللي عامل خلل. بص يا استاذ عمر اتفضل يا فندم. انا لازم ناس تروح تحضر الماتشات من اول ما قبل الدخول تشوف الدنيا ماشيه ازاي، المنظومه بتمشي هناك ازاي. اقول لك لا احنا عندنا خبراء وعندنا يا سيدي ماشي، انت عندك خبراء وعندك ناس وكلنا وعارفين الكلام ده. الناس اللي هتشتغل بعضهم او القيادات اللي هتنظم الناس اللي هيشتغلوا دول في الاستادات والدخول والابواب والكلام ده كله، نروح انا عاوز دخول الجماهير يبقى قبل الماتش بنص ساعه. ينفع هنا يحصل في مصر؟ انا مش هقول لك هناك بندخل الماتشات قبلها بعشر دقائق وبخمس دقائق تمام، وبتطلع عمرك ما بتحس. انا راح اتخانق ولا راح اتفرج على ماتش؟ لا راح اتفرج واستمتع. كل الناس بقى بتروح تتخانق، الواحد عشان يدخل، الصحفيين نفسهم بيطلع عين اهلهم عشان يدخلوا الماتش، الجمهور بيشوف الامرين عشان يدخل يروح يقعد. طب ليه الجمهور يروح يقعد من الساعه ماتش الساعه 5 يروحوا من الساعه 10 الصبح ليه؟ طب انا عايز اسالك سؤال، هل حضرتك شايف، طبعا كناقد رياضي، هل حضرتك شايف الوعي اللي موجود في اوروبا وان الاعلام المصري بيتعامل مع الجمهور المصري بنفس الوعي اللي موجود في اوروبا هو ده اللي عامل خلل، ولا لابد من الاعلام المصري ان هو يكون عارف الوعي والثقافه اللي موجوده في مصر ومن خلالها يتعامل مع الجمهور يظهر الجوانب دي. انا والجمهور هو داخل ازاي، شكله حلو وجميل وبتاع والناس داخله، المتفرج نفسه المشاهد نفسه او الجمهور لازم يغير من سلوكه. لازم يتعاون اكتر مع المنظمين. صح، لازم ما ياخدش بقى الشماريخ والبتاع والقصص، الحاجات دي ما لهاش لازمه. ما طالما في تعليمات انا ممنوع دخول الحاجات الصلبه خلاص انا التزم، بس انا في نفس الوقت اديله اوفر له كل حاجه، يعني اوفر له الميه جوه، ميه بسعر كويس بحاجه جوه، يعني الكوبايات اللي هي البلاستيك، هو تدخل انت الجماهير تدخل بكوبايه بلاستيك فيها الشاي او المشروب او الحاجه الساقعه او الميه في كوبايه بلاستيك ظريفه كده، يعني في حاجات احنا نروح نشوف الناس دي بتعمل ايه ونعمل زيهم. مش عيب، مش صح. عيب والله. فاذا انا لازم اشوف الدنيا ماشيه ازاي واعمل كده. طيب نريح بقى من ملف الجمهور وقانون الرياضه ونروح بقى للنادي الاهلي والدوري المصري. النادي الاهلي مباراه المقصه الاخيره بدا الاقناع يرجع للجمهور، بدا الانسجام، الاهلي قدم مباراه رائعه جدا، ثلاث اهداف، سيطره كامله من اول دقيقه لاخر دقيقه، الثلاث صفقات اللي الاهلي تعاقد معاهم حتى بعوده اجاييل اللي كان مصاب وكان مرفوع من القائمه المحليه. صفقة جديدة. طبعا احنا بنعتبره صفقه جديده. عايز اعرف راي حضرتك في مباراه المقصه وازاي شفت مباراه المقصه والنقاط الايجابيه وايضا استعداد النادي الاهلي ان شاء الله للمباراه القادمه يوم الاثنين امام وادي دجله في بطوله الدوري العام. بص يا استاذ عمر، انا قلت في اكثر من مناسبه ان بطل الدوري هتحدده ست مباريات. بطل الدوري المصري السنه دي هيتحدد من خلال ست مباريات. الاهلي مع بيرمز رايح جاي، والاهلي مع الزمالك رايح جاي، والزمالك مع بيراميدز رايح جاي. تمام. دول ست ماتشات اللي هم الثلاث اطراف اللي هم بيتسابقوا او بيتنافسوا على بطوله الدوري السنه دي. الواقع بيقول والارقام بتقول ان الزمالك هو الاقرب حاليا لحد دلوقتي. تمام. الاهلي من خلال مباراه ما شاهدناه في مباراه المقاصه والاهلي خلال الصفقات، وانا هركز على ثلاث صفقات رئيسيه هم اللي رجعوا الشكل الجيد للاهلي في مباراه المقاصه. رمضان صبحي، حسين الشحات، وصفقه ياسر ابراهيم. لا انا لا ياسر ابراهيم ولا حمدي فتحي. إيه الصفقة؟ انا لسه ما اقدرش احكم عليهم دلوقتي. تمام، ما اقدرش احكم عليهم. لكن هل هم حضرتك شايف ان هم يعني اكيد ساهموا في الثغرات اللي كانت موجوده في منتصف الملعب مع الاصابات وخط الدفاع مع الاصابات؟ المنظومه الجماعيه الدفاعيه ما بينتش القدرات الخاصه بتاعه كل سواء ياسر ابراهيم او حمدي فتحي. امتى دول بتظهر القدرات؟ ان الراجل بصراحه يعني المدرب بدات فعلا بصماته لازارتي بدات بصماته تظهر على هذا الفريق من خلال هم في منظومه جماعيه، منظومه الضغط الامامي اللي احنا شفناه في مباراه المقاصه. فهنا المنظومه الفرد بيدوب في المنظومه. منظومه الدفاع جيده. البعض قال لك ان المقاصه ما كانش فعلا المقاصه كان بينقصه جون انتوي وبينقصه بعض نجومه الاساسيين، لكن في نفس الوقت ما هو كان عنده شمال سبيكلي
تمام برضو يعني لاعب خطير تمام قصير ومكير وخطير صح فاذا يعني هي الحاجه ايجابيه من النادي الاهلي بالمنظومه الدفاعيه والضغط امام الداش فرصه ان هو مقصه يلعب براحته انت كان تفتكر وبرضو في عز مكان الاهلي بقوته كان بيلعب قدام المقصه ازاي تمام كان بيلعب دفاع منطقه تمام افتكر قريب يعني تمام. السنه اللي قبل اللي فاتت ولا تمام. السنه اللي فاتت مظبوط كان الاهلي بقى في نجومه الاساسيين كان بيرجع يدافع قدام المقصه الماتش الاخير الاهلي متمكن ومسيطر على المباراه منظومه دفاعيه جيده منظومه هجوميه جيده هو ده الاداء الجماعي سواء الشق الدفاعي او الشق الهجومي بيبقى من خلال ما فيش حاجه اسمها لا اصل ده محور ارتكاز وده قلب دفاع هي منظومه زي ما بنشوف في اوروبا زي ما بنشوف الدوري الانجليزي بتشوف انت بتحس بان لا اصل اللاعب ده هو كله الخط الثلاثه سواء بيلعب بثلاثه وبيلعب باثنين في خط الوسط بتلاقيهم كلهم كل واحد له دور في ظل الايه المنظومه في خطه اللعب او في طريقه اللعب فاذا الاهلي نقدر نقول ان دي بدايه لكن الماتش وادي دجله برضو هياكد لنا الاستمرار على هذا الاسلوب والتطور اكتر لان برضو المجموعه الجديده اللي دخلت الصفقات الجديده مع العائدين من الاصابه ده لازم يحصل انسجام وده بالوقت وده اللي هو ممكن ياثر على الاهلي اللي هو ان هو هل الانسجام ده هيحصل بسرعه ولا هياخد وقت انا شايف ان هو ماشي في معدل جيد لكن احنا عاوزين الانسجام يبقى اسرع من كده لان المنافسه على بطوله الدوري عاوزه السرعه عشان تدخل فيه حلبه المنافسه نروح لتوقعات جمهور النادي الاهلي وفي مباراه دجله وبعديها نرجع نعرف راي ناقدنا الرياضي اللي مشرفنا منورنا الاستاذ رضوان الزياتي في مباراه دجله اللي ان شاء الله تكون يوم الاثنين القادم ان شاء الله الاهلي يكسب ونعمل اداء مميز زي الماتش اللي فات عندنا لعيبه كبيره رمضان صبحي حسين الشحات جاي رجع الحمد لله بعد الاصابه ان شاء الله نكسب ومكسب مرتاح ان شاء الله ونرجع للصداره تاني ان شاء الله انا كمشجع اهلاوي ما عمريش قلقت خالص على فريق النادي الاهلي خالص اطلاقا اطلاقا خالص يعني والصفقات ان شاء الله الجديده ان شاء الله يكون ليها دور بارز ومميز ان شاء الله في المباراه القادمه ان شاء الله اداء الاهلي باذن الله اتغير جامد جدا اداء الاهلي وصل هنقول نسبه 70% باذن الله احنا دلوقتي بنقعد في الملعب دلوقتي بنطمن فرقتنا جامده جدا 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 وفي اي وقت نجيب جون احنا مخلصين الماتش اول خمس دقائق مخلصين الماتش المقص اول خمس دقائق باذن الله فرقه الاهلي هترجع وهتزيد لان النادي الاهلي هو النادي الاهلي ان شاء الله الاهلي هيكسب 2-0 وباذن الله الاهلي يبقى كويسين وهنشد حيلنا واحتمال يعني نكسب الدوري او نتصدر الدوري ونرجع تاني يعني ان شاء الله نكسب 2-0 واللي يتالق فيها رمضان صبحي وحسين الشحات ان شاء الله الاهلي هيبقى مستواه كويس في الماتش الجاي وان شاء الله نكسب باذن الله ان شاء الله الاهلي قادر على ان هو يتخطى وادي دجله بسهوله ان شاء الله وزي ما احنا متعودين الاهلي يمرض ولا يموت يعني النادي الاهلي نادي كبير نادي عظيم ان شاء الله هيبقى النتيجة كبيرة انا اتوقع يعني مش هتقل عن 3-0 لان المراحل الفنية اللي موجودة في الاهلي دلوقتي واللعب الجماعي والسرعة وكل الاداء الحلو اللي احنا كنا منتظرينه الحقيقة يعني حققه الاهلي في الفترة الاخيرة دي احنا شفنا في ماتش مصر المقصة كان الاداء كان عامل ازاي يعني مستر غزرتي عرف يعمل توريفة بين اللعيبة يعني لعيبة لسه اول مرة تلعب زي حمدي فتحي وياسر ابراهيم برضه بيلعب في مركز حساس شوية فان الاهلي كان بيلعب بالاداء ده كان فيه استمتاع بقالنا كتير جمهور الاهلي ما شافوش في الملعب فيعني الناس كانت مبسوطه والاداء كان يبين كمان ان الاهلي راجع وبقوه يعني في اداء في الملعب والدليل على ان 3 اهداف الاهلي اخر مره سجل 3 اهداف ده كان من يعني كان في فبراير السنه اللي فاتت متهيألي فكان في اداء وان شاء الله ماتش دجله الاهلي يعني هيستعد الانتصارات نغمه الانتصارات باداء ممتع للجماهير ان شاء الله باذن الله هنوصل يعني هنفوز بثلاثه برضه زي الماتش اللي فات ويمكن اكتر كمان انا شايف ان بعد رجوع الاصابات انا شايف ان شاء الله الماتش الجاي رامي ربيعه هيرجع سعد سمير هيكون موجود حسام عاشور هيكون موجود كل اللعيبه دي بتدي افضليه اكتر للفريق وان شاء الله باذن الله نفوز ونحقق نتيجه كبيره باذن الله مباراه المقصه اللي فاتت هي بدايه العوده الحقيقيه للنادي وباذن الله الدوري لينا اهلا
اهلا بحضراتكم من جديد. لسه مكملين معاكم الفقره الحواريه الثانيه مع ناقدنا الرياضي الاستاذ رضوان الزياتي، الناقد الرياضي وعضو البرلمان المصري. هنتكلم على مباراه دجله القادمه. دجله يعني عنده ضغوطات اقل، عنده فتره راحه اكبر من الفتره اللي بيمر بيها النادي الاهلي. النادي الاهلي من ما بين مباريات مؤجله في بطوله الدوري العام وايضا مباريات في دوري ابطال افريقيا. شايف حضرتك المباراه هتبقى عامله ازاي، خصوصا ان دجله يمتلك مدير فني جيد جدا لفت الانظار بشكل محترم في بطوله الدوري العام؟ انت تفتكر ماتش الذهاب الاهلي ووادي دجله؟ تمام. الاهلي تقريبا كسبه بصعوبه. تمام. صعوبه بالغه. تمام. والشوط الاول ما كانش فيه اهلي خالص. الاهلي كسب في تقريبا في الشوط الثاني في اخر اوقات الشوط الاولاني. كان صلاح محسن كان اللي يدخل يشوف الماتش، انا فاكره زي ما كنت بتلعب امبارح. تحس ان وادي دجله هو الاهلي والاهلي هو وادي دجله. كوره حديثه، سرعات، تحضير من تحت لفوق، شغل كره عالميه. تمام. الاهلي ما فاقش الا في الشوط الثاني خالص يعني في اخر شوط. فاذا هذا الفريق المدرب جريء جدا. انت شفت الضغط ما بيحصل عليه، ضغط امامي بتتقطع الكره، ودي الاهلي استفاد من الحته دي في الشوط الثاني. فاذا هذا الفريق المباراه مش هتكون سهله. فالاهلي مطالب اذا كان اراد ان هو يبقى منافس قوي يحصل ويحافظ على بطوله الدوري، الماتشات اللي زي دي بقى ما يخسرهاش وما يتعادلش، ما يخسرش فيها نقطه خالص. ما يعني كل مباريات الاهلي اللي جايه كؤوس، مباريات كؤوس. لازم ثلاث نقط دول بقى شيء اساسي. الاداء خلاص، واحنا قلنا الانسجام بيجي بقى مع الماتشات ومع عوده المصابين والكلام ده كله. الصفقات الجديده هتظهر قدراتها وامكانياتها. اذا انت في هذه المباراه كل مباراه جايه ثلاث نقط بتاعتها بتبقى اهم من المباراه اللي فاتت. فانا شايف مباراه وادي دجله برضه هتبقى منعطف جديد للاهلي ان هو في طريقه وطبعا كل ما الاهلي بيفوز وبيظهر الاداء الحقيقي بتاعه، كل ما المنافس بيتعرض لضغوط اكبر وقد يفقد النقاط. وقد يعني مثلا بعد اربع خمس اسابيع تبص تلاقي الاهلي فرق نقطه ولا نقطتين ولا ثلاث نقط. طيب حضرتك الاهلي هيخلص يوم الاثنين وهيستعد بمعسكر لمباراه يوم السبت في دوري ابطال افريقيا امام فريق سيمبا التنزاني. طيب. مجموعه غريبه، مجموعه ممكن نشوف فيها نتائج يعني يعني سيمبا التنزاني بيفوز على شبيبه الثوره 3-0 في الوقت اللي بيخسر فيه من فريق فيتا كلوب. فواضح ان كل نادي بيكون عامل حساب الفريق الاخر بشكل جيد جدا، وكمان بينتهز فرصه اللعب على ملعبه وسط جمهور. طبعا. ازاي حضرتك شايف بقى مباراه الاهلي وسيمبا في الظروف الحاليه؟ اهلي اربع نقاط، ضغط لقاءات طبعا هتبقى في القاهره ان شاء الله، وهتبقى يوم السبت القادم ان شاء الله. المباراه دي، مباراه الاهلي وسيمبا دي اللي جايه، هي اللي هتاهل الاهلي لل الاهلي اربع نقاط، لو فاز هيبقى سبع نقاط. بس خلاص الاهلي تعتبر كده ان شاء الله قرب من التاهل لدور رايك في الشكل الجديد لدوري ابطال افريقيا، وان الاتحاد الافريقي بيحاول ان هو ينظم. هو دايما الاتحاد الافريقي بيقلد الاتحاد الاوروبي. ما هي المفروض المسابقات العالميه تبقى بنفس الشكل. وانا بص، انا سعيد اكتر حاجه اسعدتني في هذا الموضوع ان الاتحاد الافريقي ظبط البطولات وكل الامراض اللي كانت في منظومه كره القدم الافريقيه اتصلحت وبقت على الطراز العالمي. يعني احنا هنوضح للاستاذ المشاهدين. أيوة. كره القدم الافريقيه بقت في السنوات الفرديه وشهر 6 بعد انتهاء البطولات العالميه. تمام. حتى لا يتاثر الانديه. أيوة. في الدورات العالميه بغياب نجومها الافارقه، عكس الامم الاسيويه اللي بتقام حاليا، وبالتالي نادي زي توتنهام بيعاني بسبب غياب لاعبه مع فريق كوريا الشماليه. تمام. الحاجه الثانيه، بطوله دوري ابطال افريقيا تبدا مع بدايه الموسم وتنتهي بنهايه الموسم، علشان ما يكونش فيه احنا كنا دايما يقول لك ايه مثلا، يجي الاهلي في شهر اللي هو فيه، لا اما في نهايه موسم تبص لا اللي هي المباراه الحاسمه والفاصله، يا اما في نهايه موسم لا اما في بدايه موسم، يا اما يكون في اجهاد، يا اما يكون في لسه عدم لعب مباريات دوري. مفيش اللياقه ما اكتملتش. صح. فاذا هو انا بقول لك سعيد جدا، انا حسيت كده ان احنا فعلا عايشين في منظومه كرويه صح.
اتحاد الكره بقى يكمل جميله بقى ويمشي مع المنظومه دي يعني. حضرتك مصمم على لجنه المحترفين اللي تدير بطوله الدوري؟ طبعا طبعا. العبء يعني العبء كبير على الحاج عامر حسين. لا ما حرام ان احنا بنظلمه والله. احنا بنظلمه هو احنا بنظلمه اتحاد كره يعني مش احنا. احنا طبعا احنا طبعا. احنا مظلومين زي فهو احنا اتحاد الكره بيظلمه وهو برضو الحاج عامر حسين بيظلم نفسه. يعني كيف يعقل ان شخص مع احترامي ليه طب هقول لك حاجه. اسال اي واحد في مصر قول له مين اعضاء لجنه المسابقات لو حد ذكر لك اسم تاني غير الحاج عامر يبقى ليها كلام تاني. يعني استمتعت بحواري مع حضرتك استاذ رضوان ازاي الناقد الرياضي وعضو البرلمان المصري. شرفتيني ونورتيني وان شاء الله يكون في يعني مقابلات اكثر عشان نتكلم في ملفات عديده وكثيره ان شاء الله. ان شاء الله. وانا بهني قناه النادي الاهلي بالتطوير ده وان شاء الله قناه محترمه. ربنا يبارك. وبالتوفيق دايما كابتن عمر وكل العاملين بقناه النادي الاهلي. ربنا يخليك. طبعا بكره ان شاء الله انطلاق البطوله العربيه لكره الطائره سيدات. الافتتاح هيكون الساعه 7 والمباراه الاولى هتكون الساعه 8 ما بين النادي الاهلي والدفاع الحسني الجديدي المغربي. كل التوفيق ان شاء الله لسيدات النادي الاهلي في الكره الطائره. وصلنا مع حضراتكم لختام الفقره الثانيه مع الاستاذ رضوان الزياتي. هنروح لفاصل وبعديها نرجع لفقره الكره العالميه. اهلا بحضراتكم في الفقره الثالثه والاخيره وفي الاهلي الليله ودايما بيكون فقره الكره العالميه. الكره العالميه بنتكلم مع حضراتكم في كل ما هو خاص باحداث الكره العالميه من مباريات واحداث. وهنبدا معاكم ب طبعا سبت وحد الاسبوع الحالي لا يوجد ماتشات في الدوري الانجليزي، لكن الدوري الاسباني والدوري الايطالي شغال بشكل طبيعي جدا. السبت والحد في لقاءات في كاس الاتحاد الانجليزي واللي بتتلعب اتلعبت منها ماتش مهم جدا امبارح ما بين مانشستر وارسنال، ومانشستر يونايتد بيفوز على ملعب ارسنال 3-1. ومانشستر كل لقاءاته اللي اتلعبت حتى الان لم يهزم في مباراه ولم يتعادل في مباراه، وسولشاير بينجح في فعل ما فشل فيه مورينيو. احداث كثيره جدا هنتكلم عليها، ولكن قبل ما نروح للاحداث خبر من الاخبار الهامه الخاصه بالنادي الاهلي. بما ان احنا بنتكلم على الكره العالميه واحداثها، ان اجتماع هام للجنه المكلفه بتوسيع قاعده اكاديميه الاهلي في الوطن العربي وافريقيا. الاجتماع كان زي ما حضراتكم شايفين، والمسؤول عن الملف هو الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي والمكلف بملف الاكاديميه وتوسيعها في الوطن العربي وفي افريقيا، والكابتن خالد بيبو رئيس اكاديميات النادي الاهلي. حصل او عقدوا اجتماع مطول كان حضره دكتور سعد الشلبي مستشار مجلس الاداره لشؤون التسويق، وايضا الاستاذ امير توفيق مدير التعاقدات وتسويق اللاعبين، والكابتن شطه نجم النادي الاهلي الاسبق. واستقرت اللجنه على ان يكون في تقسيم المشروع الى ملفين رئيسيين، الاول تجاري يهدف الى تقديم خدمه للناس وتحقيق عائد مالي يدعم خزينه النادي، والثاني ده بقى المهم ان هو يركز على الجانب الفني واللي بيتم تسويقه في المستقبل على كافه الاصعده في الداخل وفي الخارج، بما يضمن جلب المواهب الكرويه مبكرا وتحصيل عائد مالي حال بيع هذه المواهب لانديه اخرى. انا اعتقد ان ده مشروع كسبان 100% من خلال الملفين المادي والمعنوي. المادي طبعا كله يحلم انه يكون في اكاديميه تحمل اسم النادي الاهلي، والجانب الثاني هو الجانب الفني، ان انت هتقدر توسع قاعده المواهب في الوطن العربي وفي افريقيا، وان انت بدل ما بتجيب لعيبه افارقه او لعيبه افريقيه بمبالغ كبيره جدا تقدر تجيب مواهب افريقيه صغيره في السن، اعتقد هتكون بدون اي مبالغ وتقدر تستفيد منها لو هم فعلا خامه جيده. نبدا معاكم بقى على طول بالاخبار العالميه. محمد صلاح نجمنا المصري، نجم نادي ليفربول الحالي وتشيلسي السابق،
والحساب الرسمي للفيفا يحتفل بالذكرى الرابعة لأول أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي، طبعا لما كان موجود في صفوف تشيلسي تحت قيادة مورينيو، والهدف اللي أحرزه كان في مباراة تشيلسي وأرسنال. محمد صلاح حاليا 51 هدف في 72 مباراة في الدوري الإنجليزي علشان يكون رابع أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي إحرازا ل 51 هدف في 72 مباراة. هدف محمد صلاح في أرسنال كان في الجولة 31 من موسم 2013-2014، كان بعد 4 دقائق فقط من نزوله إلى ملعب المباراة. في كأس الاتحاد الإنجليزي مانشستر سيتي بيقصوا على بيرنلي بخماسية نظيفة ويصعد لدور الـ 64 في كأس الاتحاد الإنجليزي. أحرز الأهداف جابرييل خيسوس في الدقيقة 23 وبرناردو سيلفا في الدقيقة 52 وكيفن دي بروين في الدقيقة 61 وكيفن لونج لاعب بيرنلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 73 وأخيرا سيرجيو أجويرو في الدقيقة 85. أيضا ديربي كاونتي بيفوز وبيتأهل عقب فوزه على أكري كينتون 1-0. وطبعا ديربي كاونتي من الفرق أكيد اللي كلنا عارفينها وكانت موجودة في الدوري الممتاز الإنجليزي. طبعا فرق أخرى، طبعا دوكنستر فاز على فريق أولدهام أتلتيك 2-1، وأندية كتيرة جدا في دور الحالي، لكن كل ما بيكون فيه تقدم في المستويات أكيد الأندية اللي بتشارك في دوري الدرجة الثانية والثالثة والرابعة بتخرج من البطولة، ده لو غير في فريق عامل حالة وعامل مفاجأة في كاس الاتحاد الإنجليزي. تصريح باب جوارديولا كان مهم جدا بعد المباراة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وبعد فوزه بخماسية أكد جوارديولا أنه سعيد جدا بالفوز، وطبعا قال أن فوز مهم جدا بعد عدد من المباريات اللي كان بيلعبها مانشستر سيتي بيختتم بيها لقاءاته في الكاس أمام بيرنلي، وبينتهي بخمس أهداف مقابل لا شيء قبل ما يبدأ أسبوع الدوريات وأسبوع الضغط بالنسبة لبيب جوارديولا علشان صراع القمة بينه وما بين فريق ليفربول. وبيتكلم وبيقول إن كل اللعيبة بتنضج مباراة تلو الأخرى. طبعا بيرنلي هو بيحترم الخصم جدا، وقال إن بيرنلي ضيع فرصة أو فرصتين، لكن كان مهم جدا بالنسبة له إنه يخرج من المباراة بدون إحراز فريق المنافس في أي أهداف. وقال في الآخر إن الجميع يعلم أن أهمية كأس الاتحاد لنا ونريد مواصلة العبور ولعب الأدوار النهائي. أتلتيكو مدريد يعبر ختافي ويضيق الخناق على برشلونة في صدارة الدوري الأسباني. فريق أتلتيكو مدريد بيسعى وراء فريق برشلونة لتضييق فارق النقاط بعد ما فاز على ختافي 2-0 في المباراة اللي اتلعبت اليوم في الجولة 21 في الدوري الإنجليزي. أتلتيكو بيرفع رصيده 44 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن برشلونة المتصدر واللي هيلعب بكرة إن شاء الله مع جيرونا. وختافي بيتوقف رصيده عند 31 نقطة علشان يتبقى في المركز السادس. جريزمان بدأ التسجيل في الدقيقة 27 وسأقول أحرز الهدف الثاني وهدف تأكيد الثلاث نقاط في الدقيقة 37. أشبيلية يستعيد ذاكرة الانتصارات بفوز كبير على ليفانتي في الدوري الإسباني، والفوز ده بعد فوزه على فريق برشلونة في كأس ملك إسبانيا. مباراة برشلونة خلصت 2-0 لصالح أشبيلية. الأسبوع ده إن شاء الله هيكون في مباراة العودة، هتكون مباراة قوية جدا، لكن طبعا أشبيلية بيفوز 5 أهداف على ليفانتي، والمباراة أيضا اتلعبت اليوم. أشبيلية بيرفع رصيده 36 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام ريال مدريد واللي هيواجه بكرة إن شاء الله إسبانيول. وليفانتي توقف رصيده عند 26 نقطة. ليفانتي بيتلقى الخسارة 9 في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 7 مباريات والتعادل في 5. الدوري الألماني وبروسيا دورتموند يكتسح هانوفر 5-1 ويعزز صدارة البوندسليغا. طبعا 5-1 نتيجة كبيرة جدا. بروسيا دورتموند الموسم الحالي مختلف تماما. طبعا دورتموند بيرفع رصيده إلى 48 نقطة بفارق 9 نقاط عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني واللي عنده مباراة مهمة جدا مع شتوتغارت. وهانوفر بيتوقف رصيده عند 11 نقطة ليتبقى في المركز 17 واللي هو قبل الأخير من أصل 18 فريق.
خبر خاص بلعبة التنس ولهواة التنس. أكيد طبعا لعبة التنس أو رياضة التنس من الرياضات اللي كتير مننا بيتابعها وبيحبها، وكلنا عارفين بطولات الجراند سلام ومدى الاهتمام اللي الشعب المصري بيهتم بيه جدا جدا جدا، سواء على السيدات أو في الرجال. لكن السيدات هنبدأ بلقب أستراليا المفتوحة، وهي إحدى بطولات الجراند سلام، ونعومي أوساكا أول يابانية تتوج بلقب أستراليا المفتوحة، وطبعا تحسم صعودها لصدارة التصنيف العالمي من البطولات الجراند سلام. نعومي أوساكا كان عندها بطولة أمريكا المفتوحة أو US Open بالمسمى بتاعها في بطولات الجراند سلام، وطبعا يعني بطولة مهمة جدا جدا جدا. أوساكا طبعا أو نعومي أوساكا حققت بداية قوية في المجموعة الثالثة، وتقدمت في البداية 2-1 ووصلت إلى هيمنة حتى حسمت المباراة بالفوز 6-4 لتطيح بمنافستها التشيكية وتنتزع اللقب. ومن بقى السيدات للرجال، بكرة إن شاء الله هيكون في مواجهة قوية جدا جدا جدا، وأكيد كلنا عارفين النجمين اللي هقول لحضراتكم عليهم هو جوكوفيتش ونادال، والمباراة النهائية ما بين النجمين الكبار جدا على لقب أستراليا المفتوحة. وطبعا اللاعبان تقابلا في آخر نهائي في مباراة امتدت لست ساعات، يعني اللي يروح يتفرج على المباراة ما يكونش وراه أي حاجة خالص. جوكوفيتش يسعى لتعزيز تفوقه، ونادال يبحث عن لقبه الـ18 في بطولات الجراند سلام. بكرة إن شاء الله المباراة هتقام ما بين النجمين. لسه مكملين معاكم من أخبار بقى أخبار اللقاءات اللي اتلعبت اليوم وأخبار التنس، نروح لأخبار التعاقدات ونشوف إيه اللي بيتم في سوق الانتقالات الشتوية واللي هينتهي يوم 31/1/2019. يوفنتوس يعلن رسميا عن تعاقده مع مارتن كاسيروس للمرة الثالثة. نادي يوفنتوس طبعا حامل لقب الدوري أعلن يوم السبت أنه تعاقد مع مدافع منتخب أورجواي مارتن كاسيروس، وبمجرد أن اللاعب اكتاز الكشف الطبي. كاسيروس عنده 31 سنة، تجربته الاحترافية الثالثة مع يوفنتوس، قادم من صفوف لاتسيو. كاسيروس لعب لليوفنتوس المرة الأولى في 2009، ولعب في المرة الثانية في 2012، والمرة الثالثة لعب في 2019. كاسيروس فاز بخمس ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس قبل ما يرحل لصفوف ساوثامبتون ثم فيرونا في المواسم الأخيرة. هنروح بقى لكأس الأمم الأسيوية، وطبعا زي ما حضراتكم متابعين منتخب الإمارات بيتألق وبيستعد للمباراة قبل النهائي إن شاء الله اللي هتكون قدام المنتخب القطري يوم الاثنين القادم. هنروح إلى الإمارات مع الناقد الرياضي الأستاذ صبري علي عشان نعرف منه آخر الاستعدادات للمنتخب الإماراتي الشقيق. أستاذ صبري برحب بحضرتك. ألو أستاذ صبري. أيوه إزي حضرتك؟ مباراة الإمارات وقطر هتبقى مباراة أكيد مهمة. الإمارات ماشي بشكل كويس جدا في البطولة، وفي نفس الوقت بيتطلع إلى الفوز والصعود إلى المباراة النهائية. شايف المباراة إزاي من وجهة نظر حضرتك؟ والله يا كابتن عمر، المباراة طبعا نصف نهائي كأس آسيا، التوقع كبيرة جدا عند الفريقين، لكن منتخب الإمارات زي ما شفنا وتابعنا من بداية البطولة مستوى بدأ يرتفع من المباراة في الدور الأول. ثلاث مباريات في الدور الأول كان مستوى شوية مش مطمئن، وكان فيه انتقادات كبيرة جدا للمدرب الإماراتي، لكن المستوى ارتفع مع البطولة، وده بيحصل كتير جدا مع الفرق اللي بتكون بتلعب على ملعبها وعندها دوافع كبيرة للمنافسة على اللقب. اعتقد ان منتخب الامارات وصول المرحله دي بعد تخطي استراليا والفوز الكبير اللي اتحقق امس، اعتقد انه قادر على ان هو يحقق الفوز على منتخب قطري المباراه النهائيه. لكن طبعا مباراه صعبه جدا، فريقين ديربي خليجي كبير، الفريقين عارفين بعض كويس وشاركوا كتير قبل كده في بطولات كاس الخليج والتصفيات الاسيويه المهمه كاس العالم، وعندهم تاريخ كبير جدا الفريقين في لقاءات مع بعض. اعتقد ان هي مباراه صعبه على الفريقين، لكن منتخب الامارات بيملك افضليه كبيره في الارض والجمهور، وخلاص الجمهور بدا يتفاعل مع البطوله بشكل اكبر كتير جدا عن الفترات السابقه. شفنا انطلاق ملعب استاد هيزاد بدايه مباراه استراليا ب 25,000 متفرج، الساعه الرسميه الكامله للملعب، واعتقد ان ممكن يكون
اللي حصل في المباراة السابقة بحضور القيادات الإماراتية سواء صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد أو سمو الشيخ خزاع في مباراة أستراليا. أعتقد إن ده دافع كبير جدا للجمهور، هيمنع كمان أستاذ خزاع بن زايد في مباراة قطر اللي له اعتبارات ثانية كبيرة جدا جوه الملعب وخارج الملعب. هل وجود المنتخب الإمارات في المباراة قبل النهائية جه من خلال احترام منتخب الإمارات لمرحلة المجموعات اللي كان موجود فيها والفرق اللي كان متواجد معاها، وبدأ أنه ياخد كل مباراة على حدة ويركز في أن كل مباراة هي مباراة نهائية حتى وصل لدور 16 ومن خلاله لدور 8 ومن بعده للدور قبل النهائي؟ والله كابتن عمر، زي ما حضرتك كان في انتقادات كبيره جدا على الاحترام واداء المنتخب الامارات سواء مباراه البحرين او الهند وتايلاند في الدور الاول برغم احتلال وشطات المجموعه الاولى بدون هزيمه. طبعا كان في فوز وتعادلين، لكن كان في تحفظات كبيره جدا وكان في انتقادات كبيره جدا للمدرب الايطالي وطريقه الاداء الدفاعيه المتحفظه والاداء الشكلي ما كانش بيرد على الكلام ده في المحاضرات الصحفيه، وان الفوز اهم من الاداء وان الرغبه في تحقيق المكسب خطوه خطوه، وده اللي حصل فعلا. شفنا قدام بعد كده مباراه استراليا ان في روح مختلفه، سواء حتى المباراه اللي قبلها امام كرغيزستان كانت اضعف كتير وكان في اخطاء كبيره جدا، لكن شفنا مع الصعود لمرحله اخطر واهم ومواجهه منافس اقوى وفريق كبير حامل لقب منتخب استراليا اداء منتخب الامارات حسن بشكل كبير جدا، كان في انضباط بشكل ملحوظ وكان في اداء الادوار الدفاعيه والهجوميه بشكل مميز جدا وكان في روح مختلفه جدا في الاداء. واعتقد ان مع صعود لكل مرحله اللعيبه تشعر بقيمه الحاجه اللي هم واصلين ليها، واعتقد ده بيخلي الاداء يعني كل لاعب يقدم اعلى مستوى عنده. يمكن شفنا حصل قبلها بايام بسيطه مع العين في الانديه كان ده برضه بدايه ما كانتش مطمئنه قدام اولمبي في البطل نيوزيلندا، وارتفع مستوى الاداء خطوه خطوه لحد ما وصل للمباراه النهائيه امام ريال مدريد. طبعا الفارق كبير حسم في المباراه للريال، لكن المراحل اللي بعد المباراه الاولى مباشره العين قدم مباراه بطوليه كبيره جدا، نفس الاداء منتخب الامارات سير على نفس الطريق، واعتقد انه يقدر يكمل النهائي وينافس بقوه على اللقب رغم صعوده الطرفين الاخرين هناك سواء منتخب ايران او منتخب اليابان. شايف يا استاذ صبري مين الاقرب للصعود للمباراه النهائيه من الطرف الاخر؟ هل المنتخب الايراني بعد التالق اللي احنا شفناه وانه يفوز في المباراه الاخيره في دور الثمانيه 3-0 على منتخب الصين، ولا المنتخب الياباني، ولا طبعا الساموراي الياباني بالامكانيات اللي موجوده والسرعات العاليه جدا اللي عنده قادر على الصعود والتفوق على المنتخب الايراني؟ والله يا كابتن عمر، انت شفنا البطوله دي كلها بالذات كل المدربين من اول يوم بيرفعوا الشعار النتيجه اهم من الاداء، حتى منتخب اليابان يعني حتى الصحف اليابانيه نفسها قالت ان المنتخب يتاهل دون قطره قرف، يعني المنتخب الياباني مش هو اللي احنا عارفينه، مش هو المستوى اللي بيقدمه قبل كده على حتى لا على مستوى النتائج، يعني كان فات ماتشات حتى في الدور الاول بصعوبه جدا والمراحل اللي بعد كده كلها فوز، يعني حتى الفوز الاخير كان بضربه جزاء وكان يعني اداء مش مقنع قوي لفريق منتخب كبير وعريق زي منتخب اليابان، لكن المنتخب الايراني على النقيض المنتخب الايراني بيقدم مباريات قويه جدا من بدايه البطوله، ومنتخب متواجد زي ما بنشوف كده عنده اداء هجومي واداء دفاعي وعنده قوه وشراسه كبيره جدا في لاعبها، اعتقد ان المباراه صعبه جدا على منتخب اليابان، والارجح ان يكون الطرف الاول للمباراه النهائيه هيكون ايران والطرف الثاني يكون منتخب الامارات، اعتقد انه يكون نهائي بين الامارات وايران. كل التوفيق للمنتخب الاماراتي يا استاذ صبري علي ناقدنا الرياضي المتواجد في الامارات اللي كان معنا على التليفون واتكلم في كل ما يخص المنتخب الاماراتي والاستعدادات القادمه ان شاء الله للمباراه اللي هتكون يوم الاثنين امام المنتخب القطري في كاس الامم الاسيويه، يوم الثلاث ان شاء الله هتكون المباراه الثانيه من كاس الامم الاسيويه ودور قبل النهائي ما بين المنتخب الايراني والمنتخب الياباني. كمل معاكم باقي الاخبار سريعا عشان الوقت بيجري معانا. يوفنتوس بيستعد لخطف مدافع ريال مدريد وهو مارسيلو مقابل 60 مليون يورو، وانا اعتقد ان الخبر ده غير سعيد بالمره لكل جمهور ريال مدريد بعد رحيل رونالدو. هل يرحل مارسيلو هو الاخر الى صفوف يوفنتوس؟ وطبعا توتو سبورت اتكلمت وقالت ان في رغبه قويه جدا للتعاقد مع البرازيلي مارسيلو، وده بعد الكلام اللي رونالدو اتكلم فيه مع مارسيلو. طبعا ده كان فيه بعض التسريبات ان رونالدو بيقنع مارسيلو بالانتقال الى صفوف يوفنتوس وان يوفنتوس مستعد لدفع مبلغ 60 مليون يورو، لكن الشرط الجزائي في عقد مارسيلو هو 200 مليون يورو.
نروح للدوري الإيطالي، ورسميا إنتر ميلان يضم سيدريك سواريز مدافع ساوثامبتون على نادي إنتر ميلان يوم السبت اللي هو النهاردة. تعاقده مع البرتغالي سيدريك سواريز مدافع ساوثامبتون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية. سيدريك عنده 27 سنة، انضم لصفوف إنتر على سبيل الإعارة مع وجود بند للشراء بشكل نهائي. سيدريك لاعب ساوثامبتون السابق والإنتر الحالي، طبعا انضم لصفوف ساوثامبتون في 2015، شارك في 104 مباراة في الدوري الإنجليزي، سجل هدف واحد وساهم في صناعة 10 أهداف. وتخل حزين بسبب إصابة نيمار، إصابة نيمار، وهل نيمار يكون يعني غائب عن مباراة المنتظرة؟ لو نفتكر حضراتكم الموسم الماضي مباراة ريال مدريد وفريق باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، نيمار بيغيب أو حصل له إصابة وغاب عن المباراة الثانية وما قدرش يكمل المباراة الأولى، والإصابة كانت سبب في يعني غيابه أو ظهوره بشكل مش جيد في كأس العالم الأخير. طبعا توخيل أعلن أنه حزين جدا، وباريس سان جيرمان بيستعد زي ما قلت لحضراتكم لمباراة مانشستر يونايتد في الأيام القادمة، لكن إيمار طبعا حصلت له إصابة في مباراة ستراسبورج يوم الأربعاء اللي فات، وخرج من المباراة وهو باكيا، والمباراة اللي انتهت لصالح فريقه 2-0. وهنشوف هل نيمار هيقدر ان هو يكون موجود في مباراة مانشستر يونايتد القادمة ولا لا. انا شايف ان بصراحة في عدم تقدير منتقل ان هو شايف الدوري الفرنسي يعني خلاص تم حسمه بشكل كبير جدا، وبالتالي لازم ولا بد من اعطاء فرص للاعبين طبعا تانيين، وانه يحاول على قد ما يقدر يريح اللعيبة المهمة لبطولة دوري ابطال اوروبا اللي من خلالها هو ده الحلم الاكبر والحلم اللي يسعى فيه جاهدا فريق باريس سان جيرمان للحصول عليه. نروح لبعض اخبار المحترفين المصريين في الخارج. تريزيجيه بيستعد لمواجهة كريم حافظ في قمة الدوري التركي. محمود حسن تريزيجيه بيشارك في تدريبات فريقه اليوم وبيستعد لمواجهة فريق بشكشير واللي بيضم الجناح المصري كريم حافظ، وهتكون المباراة يوم الاثنين المقبل إن شاء الله الساعة 7 مساء في ملعب ستين إمك ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري التركي. بشكشير بيتصدر جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 38 نقطة، ويحل بعديه فريق قاسم باشا في المركز الرابع ب 29 نقطة. محمود حسن تريزيجيه بيحقق كل يوم أرقام قياسية في الدوري التركي، تمكن من تنفيذ 55 مراوغة ناجحة في النسخة الحالية من مسابقة الدوري التركي، هو الرقم الذي لم يحققه أي لاعب آخر. تريزيجيه من اللعيبة المهمة جدا، ومن اللعيبة اللي بتصنع أي فارق مع الفريق اللي موجود فيه. شفناه كلنا مع النادي الأهلي، شفناه كلنا في الدوري التركي حتى لما كان موجود في الدوري البلجيكي، لاعب مهم جدا جدا جدا، لكن عنده بعض الحظوظ السيئة اللي بتواجهه. طبعا محمود حسن تريزيجيه صعب جدا أنه هو يغادر من فريق قاسم باشا هذا الموسم بسبب تمسك الإدارة وتمسك المدير الفني به. محمود حسن تريزيجيه هيكون آخر موسم ليه هذا الموسم، وبعد الموسم ده أعتقد بنسبة كبيرة جدا 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 تريزيجيه هيكون خارج الدوري التركي. عنده بعض العروض اللي تلقاها في الفترة الأخيرة ما بين 7 مليون ل 10 مليون يورو، لكن نادي متمسك باللاعب أيا كان إيه هي الإغراءات المادية. وفي نفس الوقت تريزيجيه بيسعى أن هو يروح لدوري اسباني دوري ايطالي، اعتقد هيفرق معاه كتير جدا. ده بقى لو ما كانش الدوري الانجليزي. تريزيجيه طبعا اعلاميا مظلوم بشكل كبير، الاعلام لا يهتم بتريزيجيه نفس الاهتمام اللي بيهتم بيه محمد صلاح. طبعا محمد صلاح لاعب كبير ولاعب عالمي ولاعب يسجل ولاعب يحرز، لكن تريزيجيه هو الاخر واحد من النجوم اللي احنا بنشوفها بتصنع الفارق مع منتخب مصر، ولما تريزيجيه بيغيب عن منتخب مصر بيفرق معاه جدا جدا جدا. فلابد من الاهتمام الاعلامي ومناقشه ومتابعه محمود حسن تريزيجيه في كل الوسائل الاعلاميه المصريه المقروءه والغير المقروءه، علشان خاطر اللاعب نفسيا يحس ان في دعم كبير جدا من بلده ومن وسائل الاعلام، ما يكونش في اهتمام بلاعب على حساب لاعب اخر. طيب ايقاف شريف الوزاني لاعب مولوديه الجزائر للاشتباه في تناوله المنشطات.
أعلنت الرابطة الجزائرية المحترفة لكرة القدم السبت اليوم إيقاف شريف العزاني لاعب وسط مولودية الجزائر مؤقتا بعد سقوطه في اختبار المنشطات الذي خضع له عقب نهاية مباراة ضد شباب بلوزداد واللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة 18 من عمر المسابقة واللي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1. والرابطة أعلنت في بيان رسمي أنه طبعا اللجنة الانضباط التابعة للرابطة وقفت اللاعب شريف العزاني ابتداء من 26 يناير إلى غاية الاستماع إليه يوم الأربعاء 30 يناير 2019. يوم الأربعاء اللي جاي يكون في لجنة استماع من طبعا هيتكلم فيها شريف العزاني ويدافع نفسه ويشوف ايه موقفه وايه مبرره من سقوطه في كشف المنشطات. مولودية الجزائر في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة وتصدر طبعا اتحاد العاصمة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة. ريال مدريد يقتحم سباق رابيو. ريال مدريد بيحاول هو كمان جاهدا للتعاقد مع رابيو لاعب باريس سان جيرمان واللي بيقول يعني بعض الصحف الاسبانيه بتقول ان برشلونه خلص معاه تعاقده وهيبدا ان هو يكون موجود من الموسم القادم. محمد كوفي يوقع للكوكب السعودي. اعلن نادي الكوكب السعودي تعاقده رسميا مع اللاعب محمد كوفي اللاعب البوركيني وطبعا ده بعد ما النادي طبعا اعلن في بيان رسمي على حسابه تويتر. طبعا كوفي من اللعيبه اكيد المهمه واللي هتصنع الفارق مع نادي الكوكب السعودي. ونادي كوكب قبل كده كان تعاقد مع الغاني تورك جبرن على سبيل الاعاره لكن نادي الكوكب السعودي حاليا بيحتل المركز 16 في جدول ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان للدرجه الاولى السعودي برصيد 24 نقطه. وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره العالميه ونهايه حلقه الاهلي الليله. هنشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده بكره من حلقات الاهلي. نشوفكم على الف مليون خير. تصبحوا على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.